لا يا ربنا انعم علينا، اشتغلت فتره طويله في الجوده في جهات كتيره يعني. اكتر حاجه اشتغلت فيها كانت التخطيط الاستراتيجي. لما كلمتني الدكتوره اماني، طبعا كلامها بالنسبه لي اوامر. هبدا مع حضراتكم بالدوره دي ان شاء الله، او المحاضره دي ان شاء الله. هنبداها اجزاء، وكل جزء بعد ما نخلصه نقول مين عايز يسال، مين عايز يعرف، وانا تحت امركم في اي حاجه. تحبوا نبدا ان شاء الله؟ قبل ما نبدأ بس دكتور هشام، أنا هستأذن من السادة الحضور قفل المايك علشان بس ما يعملش صدى صوت وحضرتك بتتكلم. الحاجة الثانية، حضرتك طبعا يعني للي ما يعرفش مين دكتور هشام السعيد، دكتور هشام السعيد يعني خبير استراتيجي وفعلا صاحب أيادي بيضاء على كليتنا تحديدا وعلى كليات كثيرة جدا. وأنا بشكرك يعني إن حضرتك قبلت دعوتنا شرف ليا. معلش واتفضل حضرتك. بعد إذن دكتورة أماني وبعد إذن دكتور هشام، أنا بستأذن الجميع إن أنا هسجل بس الوركشوب علشان لو حصل أي مشاكل في النت لأي حد تبقى المعلومات متوفرة بعد المحاضرة. إحنا دايماً يا دكتورة مها بعد المحاضرة بنحط اللينك للاستبيان واللي فيه الداتا اللي تخص السادة الحضور، الاسم والايميل، وبيجي لهم على الايميل الشهادة بتاعة الحضور وبالاسم اللي هم كاتبينه في الاستبيان. بالإضافة لذلك لو في أي ماتيريال هناخدها من المحاضر بنبعتها برضو على الإيميل، فالناس تبقى مطمنة إن أي حاجة هتبقى متاحة، واللينك للتسجيل برضو هيتبعت بإذن الله على الإيميل. بعد إذن حضرتك يا دكتور هشام، بالنسبة للتسجيل حضرتك عندك مانع؟ يا فندم اوامر يا فندم. دكتور اماني وحضرتك حضرتك اوامر يا معلم فندم. الأصول، فإحنا بنحاول يا يعني فندم نعمل اللي علينا من حضرتك. العفو يا فندم، العفو يا فندم. اتفضل حضرتك. بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله. إن شاء الله الورك شوب اللي احنا مع حضراتكم فيها إن شاء الله اسمها التخطيط الاستراتيجي بين الواقع والمأمول. احنا عاملين الورك شوب دي ليه؟ هو احنا النهارده او دلوقتي مع بعض ليه؟ العالم بيلف وبيفكر، والعالم بقى حاجه واحده، وما يصحش ان احنا نقف فعلا مكتوف في الايدي. لازم نشتغل على التطوير والمنافسه والتميز، وده من خلال التخطيط الجيد باذن الله. الجيد بكرر باذن الله. هل في هدف عام للورك شوب؟ في هدف عام، هدف عام بسيط دايما. دايما اي هدف بيثقل الساده اصحاب المعالي الحضور بالمعارف والمهارات والتوجهات الايجابيه، هي النولج والسكيلز والاتيتيود، عشان يعملوا خطط استراتيجيه، وعلشان يعملوا ابديتنج للخطط الاستراتيجيه، مش يعدوها بس، لا ويحدثوها، وده من غرض التطوير المستمر. ده كان هدف عام، او ده الهدف العام ان شاء الله اللي بنتكلم عليه. طيب هل في اهداف اجرائيه بسيطه، او زي ما بيقولوا اي ال اوز الحضور بيكتسبها؟ ان شاء الله انا لخصتهم في 12 نقطه قدام حضراتكم. اول حاجه، يعرف يعني تعرف يعني يعني التخطيط الاستراتيجي، او يعرف أهمية التخطيط الاستراتيجي، مكونات الخطة، مكوناتها الأساسية أو الرئيسة، إيه المراحل اللي نعمل فيها التخطيط الاستراتيجي. كلمة كبيرة بقى اللي نتكلم عليها والناس فاكراها حاجة كبيرة ولكنها حاجة سهلة جدا، السوات أناليسيز. إيه هي بقى نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات؟ وبعد ما بنعمله هل بنعمل مصفوفة علشان نعرف فيها وضع الكلية وحالتها، وهل ينفع تعمل لها خطة، ولا هي في أي مرحلة، مرحلة انكماش ولا مرحلة تطوير ولا مرحلة نمو وتوسع؟ ونحدد الاستراتيجية اللي ملائمة ليها والاستراتيجيات البديلة. الاستراتيجية مش ثابتة، الاستراتيجية ممكن في لحظة تتغير. بنعمل بلورة للرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالكلية. بنعمل بلورة برضو للغايات والأهداف الاستراتيجية، وبعدين بنحط أكشن بلان.
أي خطة استراتيجية لازم لها في الآخر عملية تقييم. لازم لأي خطة بعد ما بنخلصها عملية تقييم وتقويم. أساتذتنا في كلية التربية قالوا إن القياس هو رصد للواقع، والتقييم إصدار حكم، لازم نصدر حكم على الحاجات اللي إحنا بنعملها جوه الخطة، والتقويم هو الإصلاح. يعني معنى كده، هل خطة التحسين اللي كنا بنعملها زمان بنعملها في الخطة الاستراتيجية؟ يعني هل ممكن نحدث في الخطة الاستراتيجية؟ هل ممكن نمد في الخطة الاستراتيجية لغاية لما نعمل خطة استراتيجية جديدة في خلال 4 5 أشهر نظرا للظروف اللي بتمر بها البلاد؟ الخطة الاستراتيجية لابد تكون مرنة وملائمة للكلية. يعني التخطيط بمنتهى البساطة، التخطيط هي العملية اللي بتحددها المؤسسة أو الكلية علشان توصل للهدف بتاعها، من خلال معرفة هي فين عايزة توصل لإيه. في النص في عملية، في بروسيس، هي البروسيس دي هي ده التخطيط الاستراتيجي. احنا عايزين نروح فين من وضعنا الحالي، فلازم نعرف وضعنا الحالي، ولازم نتنبأ احنا عايزين نروح فين، ونحط في النص خطة. لازم الخطة نبقى عارف احنا رايحين فين. ولابد نحط نصب عيوننا واحنا بنشتغل في اي حاجة في الجودة، حلقة ديمينج او بيسموها بيديكا، بلان خطط، دو نفذ، تشيك حلل واعمل فيدباك، اكت او خد اكشن، خد اجراءات تصحيحيه. لو الدايره دي فضلت ماشيه على طول كده، بلان دو تشيك اكت، بلان دو تشيك اكت، الجوده نفسها هتستمر وهتنجح تلقائيا. عملنا خطه وحطينا لها اهداف واجراءات وكل حاجه ونفذناها، وبعد ما نفذناها تابعناها وعملنا فيدباك للناس، وطلع عندي بعض الحاجات اللي ما قدرتش اعملها، لازم اصلحها، مش هسيبها كده، لازم تتصلح. دي دايره الجوده او دايره التوتال كواليتي مانجمنت. طب واحنا شغالين في الخطه الاستراتيجيه او احنا شغالين في الجوده عموما، هل احنا بس كإدارة كلية أو كأعضاء هيئة التدريس أو كهيئة معاونة، إحنا بس اللي بنعمل الخطة، بنقفل على نفسنا الباب كده ونخبط كده خطتين نطلع الخطة؟ لا، في أصحاب مصلحة أو مين هم الستيك هولدرز الخاصين بالكلية اللي بيشتغلوا مع الكلية في كل حاجة، أو الكلية بتشتغل لهم، الكلية بتعمل لهم كل حاجة عشان تكسب ثقتهم، ولازم يشاركوها في كل حاجة. نقول مع بعض من داخل الكلية، السادة أصحاب المعالي الإداريين وأساتذتنا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وزملائنا طلاب المرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، دول جوه الكلية، دول بنسميهم البيئة الداخلية للكلية. البيئة الداخلية جوه الكلية. طيب واللي بره الكلية، اللي الكلية تستعين بيهم بخدماتهم وهي كمان بتخدمه، طبعا جامعة الأزهر، والجامعات طبعا عموما كلها، بس على وجه الخصوص جامعة الأزهر، الخريجات، المجتمع. يعني ايه المجتمع؟ المجتمع اللي بيشغل الطلبة، المجتمع اللي بيفيد الكلية، المجتمع اللي بيدرب فيه الطالبات، المجتمع اللي كل أبحاثنا العلمية خاصة بخدمته. دول لازم يشاركوا في الخطة، لازم يقولوا آرائهم طبعا. طيب هل في منهجية للتخطيط؟ في منهجية للتخطيط، زي ما قلنا 3 حاجات. أبسط طريقة للتخطيط، في طرق كثيرة جدا جدا لتخطيط استراتيجي، أبسط طريقة تلخص في 3 نقاط: نقيم الوضع الراهن أو الوضع اللي احنا فيه، نحدد الغايات والأهداف، نعمل خطة
علشان نحقق الأهداف والغايات. طب الخطة دي مدتها قد إيه؟ في التعليم العالي 5 سنوات، بس أنا بقول لا نخليها بالشهر، 60 شهرا أو 60 شهرا، لازم بالشهر. بس بكرر تاني، هل ممكن نمد الخطة 6 أشهر أو عام نظرا للظروف اللي بتمر بها البلاد والاستكمال بعض النقاط؟ اه طبعا، ده منتهى الحكمة حاجة زي كده. دي المنهجية. طب ايه هي الخطوات بقى؟ اي خطة استراتيجية ليها مكونات او ليها ابواب او ليها فصول، عشان نمشيها خطوات كده. نقول الاول في نبذة تاريخية عن المؤسسة، وبعدين في التحليل البيئي، وبعدين التنبؤ بالمستقبل بإذن الله طبعا، وبعدين صياغة الاستراتيجية، وبعدين ننفذها، قلنا بعد ما ننفذها نعمل ايه؟ بديك نقيمها. دي الخطوات او المراحل. المرحلة الأولى الإعداد للتخطيط. لازم نحدد فريق العمل. في حاجة اسمه فريق عمل، وفي حاجة اسمه فريق الإدارة. فريق الإدارة وفريق القيادة، القيادة العليا للكلية. وزي ما في فريق الإدارة وفريق للتخطيط، في مسنين للمراجعة، حد خاص بالمراجعة، حد من جوه الكلية أو من بره الكلية ومن مركز ضمان الجودة. لازم نحدد المدة الزمنية، وقلت عليها إن شاء الله 60 شهر، بالشهر مش بالسنة. نبدأ نجمع البيانات. هي الأدوات اللي بنستخدمها في جمع البيانات إيه؟ أساتذتنا في كلية التربية علمونا إن في 4 أدوات، وكل ما تستخدم أدوات بس صح يطمئن قلبك إن المعلومات اللي عندك سليمة. الكويشنير، الاستبيانات، المقابلات، الدوكيومنت، الأوبزرفيشن، الملاحظات. هل بنستخدم الأدوات دي كلها عندنا؟ آه طبعا. يعني عشان أحدد أعمل تحليل بيئي أعمل استبيانات بس؟ طب تعمل استبيانات وتعمل مقابلات للناس؟ طب ما عندكش دوكيومنت يعني التقارير السابقة على الإنجاز؟ عندك. طب ما عندكش ملاحظات للمعامل والمدرجات اللي عند حضرتك علشان تعرف الوضع الحالي بتاعك؟ عندك. فأنت بتستغل كل الأدوات الممكنة علشان تحصل على المعلومات. المرحلة الثانية ضمان مشاركة الإدارة العليا والتزامها بعملية التخطيط. في كلمة اسمها الحوكمة أو الحكم الرشيد. القائد هو اللي بيعتلي أعلى حتة وبينظر بوجهة ثاقبة، برؤية مستقبلية إن شاء الله للمستقبل. ده القائد الحكيم، لابد يشتغل معاه ناس من جوه الكلية وناس من بره الكلية في ظل نظم وقوانين. لو المثلث ده اكتمل فبقى اسمه مثلث الحوكمة أو الحكم الرشيد أو مثلث الإدارة. وقرر لابد اللي على رأس المثلث القيادة العليا للكلية بتشارك في التخطيط الاستراتيجي، ونسميه فريق الإدارة. المرحلة الثالثة بنشتغل في مكونات الخطة بقى، الرؤية والرسالة والقيم والأهداف. برضو بكرر، بمشاركة المجموعة اللي قلناها للبيئة الداخلية والبيئة الخارجية، وتحت إشراف مباشر من الإدارة العليا. بعد كده بنحدد الأكشن بلان وهنشتغلها إزاي، وهنشتغل في سيناريوهات مختلفة. إحنا شغالين في مرحلة تطوير، حصل ظروف زي اللي إحنا فيها دي دلوقتي وحصل انكماش. نشتغل في الانكماش ولا نفضل قاعدين ساكتين؟ لا نشتغل، لا
لازم نكون كاتبين في وضع الانكماش لا قدر الله بنعمل ايه وبنعمل ايه بالظبط باذن الله طبعا يعني حالات الطريقه زي الحاله اللي احنا فيها دي ربنا يا رب يعديها بالخير يا رب يا رب. المرحلة السادسة بعد ما خططنا هنقعد حاطين خططنا لا ننفذ بقى ننفذ الخط وبعدين نتابعها ونصلح. دول المراحل السبعة للتخطيط الاستراتيجي بإذن الله بشكل مبسط جدا. في شكل كنت عامله كده بسيط هوريه حضراتكم. ايه ده بقى؟ علشان يبقى عندي نجاح التغيير عشان نغير صح ونعمل تخطيط جيد لازم عندي برنامج زمني. الوقت اللي انا اشتغل فيه 60 شهر ان شاء الله ولازم عندي موارد ولازم عندي حوافز لازم ولازم عندي مهارات للناس ولازم عندي رؤية مستقبلية. لو ما عنديش رؤية مستقبلية أنا عايز إيه؟ يبقى أنا بشوش على نفسي. لو ما عنديش مهارات ناس متمرنة وبتشتغل صح يبقى أنا عايش في قلق. لو ما عنديش حوافز وبنتكلم بصراحة نرجع تاني نمشي زي الزحلفة ومنغيرش حاجة. لو ما فيش موارد الموارد المالية والمادية أنا بتكلم على الموارد المالية والمادية المعامل أعضاء هيئة التدريس الآلات المباني. لو ما حطيتش خطة أنا ابتديت غلط. لو ما حطيتش خطة زمنية مين هيعمل إيه إمتى كل واحد يعرف يعمل إيه إمتى بالظبط فأنا عملت بداية خاطئة. يبقى لازم بإذن الله في رؤية مستقبلية في مهارات للناس اللي هتشتغل في حوافز لازم احفز الناس في موارد عندي في برنامج زمني علشان اقدر اعمل خطة جيدة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس حاجات افتكرهم: رؤية مهارات حوافز موارد برنامج زمني كده بإذن الله خطة ان شاء الله تبقى خطة محكمة. لما قلنا اول نقطة نتكلم عليها النبذة التاريخية عن المؤسسة يعني نبذة تاريخية عن المؤسسة السي في بتاع المؤسسة نشأتها النشاط اللي بتعمله عدد البرامج اللي فيها الأندر والبوست الدرجات اللي بتمنحها بعمل شو للمؤسسة بتاعتي بعرف نفسي أنا فين كان طالب جالي في خلال الخمس سنين اللي فاتوا أعضاء التدريس الموارد التوسعات وبكرر التوسعات الإمكانيات اللي عندي الوضع التنافسي اللي عندي البروتوكولات اللي عندي أنا مميز عن كلية إيه قريبة مني محليا وإقليميا وياريت دولية. هل تبنيت معايير دولية؟ هل هتتبنى معايير؟ لو ما قدرتش يبقى أنت نخلينا إقليميا لا مانع لا مانع ابدا بس يفضل نطلع شويه من المرحله لمرحله تطوير اكتر ولو حتى للدراسات العليا اتبنى معايير انترناشنال عشان اقول قضيه على منافسه دوليه نفسي اقولها بس لو ما قلناهاش مش غلط رحم الله امرئ عارف قدر نفسه لان الكومبتنسي بيز دي كمان احنا شغالين عليها دي مرحله جديده خش بقى المرحلة الثانية اسمها التحليل البيئي. التحليل البيئي يعني رصد للواقع اللي عندي. أنا فين؟ عشان أعرف أعمل خطة ولا مش أعمل خطة. أنا فين؟ يبقى لازم أحلل البيئة الداخلية. البيئة الداخلية يعني ما هو داخل نطاق الكلية اللي في سلطة الكلية. والبيئة الخارجية
اللي خارج عن نطاق الكلية، اللي بره الكلية، اللي ما تقدرش عليه الكلية، اللي بتسعى له الكلية. في البيئة الداخلية فيها سترينث، نقاط قوة. نقاط قوة مثلا في مثلا عدد أعضاء هيئة التدريس كافي، في عندنا عدد في أعضاء هيئة التدريس لهم مناصب في الدولة. في قوة كمان عندنا إن في مؤتمرات دولية بتعمل في الكلية، ولازم نكون صادقين مع نفسنا في نقاط الضعف. مثلا إيه إن ما عملناش مجلة للكلية، هي دي مصيبة؟ لا، حاجة سهلة جدا إن إحنا ما حطناش وحدة الخريجات في الهيكل التنظيمي، حاجات سهلة جدا تفهم. طب الاوبورتيونيتيز، الفرص، الفرص الخارجية اللي بتفيد الكلية. يعني مثلا هل وجود هيئة ضمان الجودة ده بيحفز الكلية أو بيساعد الكلية إنها تحصل على اعتماد؟ آه، فرصة. طيب ان في بروتوكولات مع جهات اجنبيه، فرصه. ان في لينك مع جهات بتسمح لنا نعمل ابحاث مشتركه، دي فرصه. التهديدات، هل وجود منافسين بره في سوق العمل من الجامعات الخاصه ده بيأثر عليك؟ طب وجهة نظر سوق العمل على الخريجة بتاعت حضرتك يعني، هل ده بيأثر؟ طب الأجور، طب المرتبات، طب الموقع الجغرافي اللي في الكلية، دي فرصة ولا تهديد؟ ده مش ده ما... لا، ما هوش خاص بالكلية خالص، الموقع اتحطت فيه كلية، أنا عارفهم بالتفصيل إن شاء الله. لما يجي نتكلم على البيئة الخارجية بنتكلم على أربع نقاط ميجور، وبنسميهم بيست بوليتيكال بوينتس، سياسات، سياسة الأجور، سياسة المرتبات، سياسة الترقي، الإيكونومي والإنفايرمنت، الدخل، البيئة، التلوثات، السوشيال بيهيفير للمجتمع تجاه الخارجين بتوعنا، أو السوشيال فيو، وجهة نظرهم عننا. التكنولوجي، أين الكلية من الهاي تك؟ في كام إي ليرنينج؟ في كام إي ليرنينج بروجرام؟ إيه الأجهزة اللي عندكم الحديثة؟ حطيت مثال هنا للبيئة الاقتصادية، متوسط الدخل بيأثر فيك إزاي؟ الأجور، حاجة السياسية، نظام الترقيات، نظام التشريعات، وجهة نظر المجتمع، اتجاه وقيم المجتمع، المعتقدات، القيم، قيم التكنولوجيا بقى، الاكتشافات العلمية، أين أنت منها، التطورات في الصناعة. ده مثال له للبيئة الخارجية. طب البيئة الداخلية في طرق كتيرة جدا 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 فوق عن الخمستاشر طريقة. أسهل طريقة كان واحد اسمه ماكنزي عمل حاجة اسمها 7S ماكنزي، مش هننساها دي أبدا. إيه 7S ماكنزي دول بقى؟ قال لك دي النقاط اللي في أي حتة في الدنيا عايز تعرف نقاط القوة والضعف تحددها بيها، وجربها أجربها، ونفعت نفعت، وسهلة سهلة جدا. هما ايه؟ ايه بقى السبعة بتوع عم ماكنزي دول؟ ستراكشر، الهيكل التنظيمي. وعلى فكرة دول في اي حد، اي حد حتى عايز يعمل مشروع عايز يعرف عنده نقاط قوة والضعف، كلية، جامعة، هل في هيكل تنظيمي؟ والهيكل ده بيوضح السلطات، بيوضح مين بيعمل ايه، وفي تفويض،
ولا مفيش تفويض؟ في إدارات ولا مفيش إدارات؟ في أقسام والأقسام بتتعاون مع بعضها ولا بتعاونش مع بعضها؟ كل واحد في الكلية عارف بيعمل إيه؟ في توصيف وظيفي؟ هنتكلم بالتفصيل إن شاء الله. الأفراد، الأفراد يعني اللي شغالين في الكلية من أعضاء التدريس وهيئة معاونة وإداريين، أعدادهم، متوسط أعمارهم، متوسط إنتاجهم البحثي والعملي. ندي أمثلة ليها برضو. الموارد، قل ما شئت في الموارد المالية والمادية. هل في المباني كافية؟ المعامل كافية؟ المدرجات كافية؟ النظافة كافية؟ الصيانة كافية؟ التخلص الآمن من النفايات موجود؟ هل في بروتوكوله ولا بيشتغل كده؟ هل في موارد بتاعت مؤتمر الكلية بترجع للكلية جزء منها؟ نتكلم عليها. نمط الإدارة، نمط الإدارة، هل في سياسة الباب المفتوح؟ هل في نظام للشكاوى؟ هل في مثلا في بعض الكليات عامله زي لجنه الحكماء بتحل كل المشاكل بتاعتها داخليا؟ نتكلم عليها. السيستمز اند بروسيدجرز، هل في آلية للثواب والعقاب؟ في امثله ليها؟ وهل في مكافآت بتتوزع صح وجزاءات بتتعمل صح؟ هذه امثله برضو ليها. المهارات، هل اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه والاداريين بيتدربوا؟ وبيتدربوا بناء على رايهم ولا على راي الكليه ولا على الاثنين؟ وبعد ما اتدربوا استفادوا ايه؟ وكان له اثر على الكليه ازاي؟ شيرد فاليوز، ما هو حلال وما هو حرام؟ الاسكس، رولز اند اسكس. هل الكتب ليها رقم ايداع؟ هل في اسكس للتعامل؟ نشوف مع بعض. اول ما اتكلمنا عليه كان الهيكل التنظيمي، الاستراكشر، دي الخريطه التنظيميه للكليه كلها. في هيكل تنظيمي معروف في التنظيم والاداره، وفي هيكل تنظيمي استرشادي عاملاه الكليات. استرشاد عشان توضح التعامل. يعني التنظيم والإدارة قايلة مجلس كلية، عميد كلية، وتحت عميد الكلية الوكلاء ورؤساء الأقسام ومدير الكلية وأمين الكلية بس، ما كلمتش على إدارات أو أقسام. التنظيم والإدارة كاتب مجلس كلية، رؤساء عميد الكلية، وتحت عميد الكلية وكلاء. طبعا في الحكومة في ثلاثة وكلاء، في الأزهر الحمد لله في اثنين، ورؤساء أقسام وأمين أو مدير كلية. لازم يقول لك إحنا لازم نحط هيكل استرشادي عشان نبقى نشتغل بيه ونعرف خطوط السلطة مين بيعمل إيه. هدي مثال لكلية عندكم في جامعة الأزهر، مجلس دي كلية اللغة العربية، مجلس الكلية، عميد الكلية، عميد الكلية. شوفوا بقى على نفس مستوى السلطة، رؤساء الأقسام ووكلاء الكلية ووحدة الجودة على نفس المستوى، الأقسام، رؤساء الأقسام والوكلاء ومدير وحدة الجودة، بينزل تحتهم شوية مدير عام الكلية. طيب حطينا هنا تحت وكيل الكلية إدارات وحدات صغنطات، هو إيه الفرق بين اللجنة والوحدة؟ اللجنة تنبثق من الوحدة. فوكيل الكلية مثلا للدراسة العليا والبحوث وخدمة المجتمع تحتيه مثلا وحدة إدارة الأزمات والكوارث، مش وحدة الأزمات، وحدة إدارة الأزمات. يعني هو أو هي الرئيس بتاعتها اللي تتعامل معاهم. طيب هل وكيل الكلية هو رئيس قسم الاناليتيكال؟
هو اللي يقدر يحاسب الاناليتيكال، لا اللي يحاسب الاناليتيكال او الـ او الـ او الـ الاقسام العلميه عميد الكليه مش وكيل الكليه. فهمت السلطه؟ الاقسام اللي بيرقصها عميد الكليه. المكتبه، افرض المكتبه فيها مشكله، هل رئيس قسم يقدر يعاقب مديرة المكتبة؟ لا، لازم يعمل طلب للمسؤول عنها وكيل الكلية ويرفعه لعميد الكلية. عميد الكلية ممكن يفوض وكيل الكلية بإصدار حكم على المكتبة بالتفويض. طب لو عميد الكلية مسافر، هل بيفوض حد؟ بيفوض أقدم حد من الوكلاء، بعد كده في مدير عام الكلية اللي عنده الأقسام بقى بتاعته جوه الكلية، أقسام كذا قسم كذا وإدارة كذا. طيب هل في أمثلة ممكن نعرفها لمجالات القوة والضعف للهيكل التنظيمي؟ آه، ندي أمثلة. هل الإدارات والأقسام الإدارية كافية؟ هل كل قسم معروف من الرئيس بتاعته؟ خطوط السلطة واضحة؟ هل الاختصاصات واضحة ولا مش واضحة؟ هل في تفويض ولا مفيش تفويض؟ هل في توصيف وظيفي معروف مين بيعمل ايه، مين مؤهله ايه علشان يعمل ايه؟ طب وهل كل واحد متسكن في الهيكل في التوصيف الوظيفي صح؟ طب لو مش متسكن في التوصيف الوظيفي صح، هل خد تدريب تأهيل؟ طب الهيكل التنظيمي ممكن نضيف له حاجات؟ اه ممكن. ممكن نضيف له واحد خريجات؟ اه ممكن. واحد الوافدين؟ اه ممكن. الحاجات دي كلها بقى بنعمل لها استبيان وبناخد راي الناس فيها. انا عملت كده استبيان بسيط للحته بتاعت الهيكل التنظيمي ده، حاجه بسيطه كده، معلش الصوره ايه شكلها معقد لكن معلش. إيه على الادارات والاقسام، وهل دورها واضح؟ وهل كل إدارة بتعمل نشاطها بشكل واضح؟ هل في الإدارات بتشتغل مع بعض؟ في تنسيق ما بينها وما بين بعض؟ الأقسام بتشتغل، هل الأقسام بتعمل أبحاث مع بعضها؟ وعملت استبيان خماسي. دايما الاستبيان جمله ما تبدأش بهل، علشان يبقى الرد بتاعها اختياري. ده مثال بسيط كده بس للاستبيان اللي بحدد منه نقاط قوة وضعف الهيكل التنظيمي، بسيط قوي معلش يعني هجيبه لكم إن شاء الله. حاضر حاضر. الأفراد، الأفراد يعني الموارد البشرية، يعني أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والموظفين والعمال وفنيين المعامل والمديرين ورؤساء الأقسام الإدارية. طيب نقاط قوة وضعف، كفاية ولا عدم كفاية، في فائض ولا ما فيش فائض، كل واحد بيشرح في التخصص بتاعه ولا لا، التعيينات والترقيات والأجور بتأثر فيهم ولا لا. في تحفيز، في برامج لتنمية المهارات، هل كل واحد بيأدي وظيفته وفي تقييم لأداء لأعضاء التدريس والهيئة المعاونة والإداريين؟ ومين بيقيمهم؟ مين بيقيم أعضاء التدريس؟ رئيس قسم؟ ومين بيقيم رئيس قسم؟ عميد الكلية؟ ومين بيقيم عميد الكلية؟ رؤساء الأقسام والوكيل والوكلاء؟ هل في معايير واضحة؟ هل الناس عارفة مين آليات تقييمها؟ وآليات التقييم دي بتفعل فعلا؟ وبتتبعت لأعضاء التدريس؟ وبناخد عليها نعرف مين أحسن عضو التدريس ويا سلام وأحسن موظف ونطلع له الموظف المثالي؟ شهادة تقدير كده بسيطة؟ الرضا وعدم رضا الوظيفة. الرضا وعدم رضا الوظيفة، محدش بيتكلم على الماليات. بنتكلم على المناخ العمل، بنتكلم على
الاجازات، بنتكلم على الابحاث، بنتكلم على المشاركه، نضغطهم على الـ على الـ على المواعيد بتاعتهم، على الاداره. النقطه بقى الكبيره اللي انا بحبها قوي، الموارد. كل ما تتخيله، كل ما تتخيله هي الموارد. الميزانية والموازنة والمباني والتسهيلات والتسهيلات البحث العلمي وتسهيلات الطلاب والمدرجات والقاعات والمكاتب والمباني والأساس ووسائل النقل والتكنولوجيا والأدوات الكتابية والورق والصبورات والإقلام والصبورات الحديثة والإقلام اللي متبع بيها على الصبورة، كل الكلام ده كافي ولا مش كافي؟ قديم ولا جديد؟ كمبيوترات اخبار قد ايه؟ نسبها قد ايه؟ كل طالب هل 31 وقت حدوث الحدث؟ هل في خطه للصيانه؟ هل مفعله؟ هل جنب كل كمبيوتر او جنب كل جهاز في شيت مكتوب فيها مين دخل عليه اشتغل عليه في الوقت الفلاني؟ عشان نعرف استخدام او سوء استخدام الاجهزه والاستخدام الامثل. هل في اجهزه مركزيه علشان نحط لها خطه بدل ما تبقى مقفول عليها في الادراك كده، وانا عارفين مين عايز يعمل ايه في اليوم الفلاني يروح يعمله، ولا قافلين عليها بس كده عشان الكيتس حتى ما تبصش؟ النظافه والصيانه والاعطال، هل في نظافه؟ هل في خطه للصيانه؟ هل في صيانه وقائيه وصيانه علاجيه؟ وجوه الكليه في حد ولا بيجي من الجامعه؟ وبيجي من الجامعه سهل ولا صعب؟ المناخ الصحي والقاعات، زي ما قلت لحضراتكم التخلص الامن من النفايات، التخلص الامن. هل بترموا الكيماويات في الصرف الصحي ولا عندكم تنكات؟ والتنكات دي تخلصوا منها ازاي؟ هل متفقين مع شركه تخلص منها؟ طب الفران تخلصوا منها ازاي؟ هل في بروتوكول تخلص من الحاجات دي؟ المرافق، اماكن الانشطه، اماكن الانشطه ممكن تبقى مركزيه، لكن هل في وقت الكليه تستغلها؟ هل جوه الكليه مثلا في مكان لنشاط ثقافي لترابيز بينج بونج، حاجه بسيطه علاوه على ملاعب الجامعه؟ هل فعلا في انشطه بتتعمل في ملاعب الجامعه البنات؟ قمه الاداره، قمه الاداره مهم جدا. الاسلوب اللي تتبعه الاداره، هل اسلوب ديمقراطي؟ هل في مشاركه في اتخاذ القرارات؟ طبعا مجلس كلي، مجلس اقصى، اللجان. هل دايما بتحطوا مصلحه الطالب في المقدمه؟ هل الاداره بتشجع الابتكار؟ هل الطالب المثالي او الطالب المتفوق او حد نشر بحث دولي من اعضاء التدريس برضه الكليه بتدعمه او بتساعد انها تدعمه او بترفع للجامعه؟ هل الجامعه بتدعم بعد كده؟ هل في عمليه تطوير؟ هل الاداره بتراعي وبتهتم باخلاقيات المهنه؟ المهنه اثنين، مهنه الصيدلانيه ومهنه اعضاء التدريس. هل في اجراء اتاخد لا قدر الله في حاجه؟ التفكير المنهجي، الوضوح، العداله في التعاون، هل في تعاطف نفسي مع الأفراد؟
دكتورة مها، الصوت اختفى بعد إذنك. هل الدكتور حضرتك دوست على زرار المايك أو حاجة؟ دكتور هشام حضرتك دايس على زرار المايك. دكتور هشام حضرتك دايس على زرار المايك، لو حضرتك سامعني. يا مها من فضلك لو سامعاني اعملي ان ميوت لدكتور هشام. وتقريبا النت قطع عندي. لا المايك عندي باين بتاعه ان هو اتقفل. لو النت اتقطعت ما كناش هنشوف الشاشة. انا هو تقريبا دكتور هشام اللي عامل ميوت، لان انا مش عارفه افتح له الميوت، عندي مش منور. طب انا هتكلم. انا كده سامع صوتي؟ ايوه دكتور يطلع. اه كده كده سامع. بقى. دكتور هشام انت قفلت الميكروفون تاني. دكتور حضرتك اعمل انميوت للصوت، حضرتك باين الشاشة عندنا ان حضرتك عامل. ايوه كده تمام. تمام كده؟ تمام كده يا دكتور. هاي بس اول بقى بنعمل برزنتيشن كده، ثواني حضرتك خليكي معايا كده. واضح الصوت؟ كده واضح. ايوه الصوت واضح. واضح. تمام، الصوت واضح؟ واضح ايوه يا دكتور دكتور واضح. اتفضل. واضح. طيب على بركة الله. آخر حاجة بنتكلم عليها القيم المشتركة، ما هو حلال ما هو حرام، ما هو جيد ما هو سيء، ما هو أخلاقي ما هو غير مقبول. بعد ما الناس بتعمل تحليل نقاط القوة والضعف في المؤسسة، بتحدد إيه هي أكتر حاجات طلعت في الاستبيان في المقابلات قوة وضعف. تعمل فوكس جروب في جوه الكليه ويحددوا اكتر 5 أو 10 حاجات لقوه زيهم في الضعف. لازم نثبت الرقم بعد ما نعمل الحاجات، نطلع كل نقاط القوه ونحللها، ونطلع كل نقاط الضعف ونحللها، نطلع اهم 5 أو 10 نقاط للقوه واهم 5 أو 10 نقاط للضعف. نبدأ أكل الفلوس أنت موجود حاجة؟ نكمل؟ لما يبقى يجي، لما يبقى يجي. أستأذنكم جميعا يا جماعة نقفل المايك بعد إذنكم. نكمل يا دكتورة؟ اتفضل يا دكتور. طيب عايز بقى أعمل مصفوفة البيئة الداخلية. ايه بقى مصفوفة البيئة الداخلية دي؟ مثلا هطلع في مجالات القوة، طلع عندي مثلا، ده مثلا ان اعضاء التدريس مثلا حاصلين على مثلا دورات في كذا، او في تميز في كذا، البرامج التعليمية المميزة في كذا، الهيكل التنظيمي في كذا، تكنولوجيا التعليم نمط مثلا. دول 5 دول اكتر حاجة طلعوا معايا في الكوشنير وفي المقابلات. وزيهم مثلا طلع لي خط تاني 5 في الضعف. طيب ازاي بقى بعمل المصفوفه دي؟ ايه بقى الويت والريت والرانك ده؟ دي نقطه مهمه جدا. دي البيئه الداخليه قوه وضعف. البيئه الداخليه بواحد يونت، نصها قوه ونصها ضعف. لازم اليونت هنتكلم كيونت، مش كواليتي،
يونت واحد نصها قوة ونصها ضعف. فمجالات القوة دي بنص ومجالات الضعف دول اللي انت طلعتهم بنص 0.5. طيب تأثير أعضاء هيئة التدريس، قوة أعضاء هيئة التدريس على الكلية in relation للباقيين دول بنسبة قد إيه من 0.5؟ دي لازم مجموعة داخل الكلية تقعد مع بعضها وتشوفها. إحنا طلعنا أكتر 5 نقاط بناء على الاستبيانات والمقابلات وكذا وكذا، دول 0.5 عشان أطلع الويت بتاع كل واحدة. أعضاء هيئة التدريس والبرامج مثلا والهيكل، البرامج أعضاء التدريس أنا شايف هنا لما عدنا مجموعة جوه الكلية حسبت لقيت إن أكتر حاجة هي أعضاء التدريس، وشافت إن نسبتها 0.2 من 0.5 وهكذا الباقيين. طبعا عايزة يعني وركشوب تاني لأنها بتاخد وقت طويل عشان تبقى استابلشد قوي معاكم. ده الويت سهل قوي. الريت بقى، الريت in relation to others يعني أعضاء التدريس بتوعك اللي انت تقول عليهم مميزين، لازم others competitor ولازم يكون حد اشتغل في الحتة التانية دي، يعني مثلا حد اشتغل في جامعة خاصة مثلا، او حد او حد جنبه جامعة قريبة منه، او انتوا مثلا او أعضاء التدريس حضراتكم بالنسبة للبنين، هل انتم اعلى كفاءة أعضاء التدريس اعلى من البنين؟ لأننا نكتب إحنا قارنا ما بيننا وما بين البنين، بندي الحاجات القوية قوي 5 من 5، أقل قوة نقل، سيئة جدا ضعيفة جدا قوي عشان خالص نديها 1، وبالتالي نقاط القوة بتتأرجح ما بين خمسة وثلاثة واربعة. نقاط القوة ما بين 5 دي الحاجة واو يعني ملاش حل، بس in relation to others لازم تقارن نفسك بحد، ولازم يعني هنجيب حد مثلا من كلية تانية أكون كان شغال في جامعة خاصة يقول لنا لا انتوا متميزين في كذا. ليه؟ علشان اطلع دي النقطة دي البرامج التعليمية بتاعتي لما قارنت نفسي مع البنين لقيتها مثلا تاخد 5، انا بالنسبه لهم 5 انا عالي قوي عنهم، لكن انا بالنسبه لي مثلا تكنولوجيا التعليم 3 هم بالنسبه لهم كانوا 5 مثلا، يعني علشان اضرب الويت في الريت يطلع حاجه اسمها الرانك. يبقى مجال، يبقى القوه الويت عرفنا تاثيره جوه الكليه، مجموع نقاط القوة كلها 0.5، الريت أين أنت من كلية تانية محلياً أو لو هتقارن إقليمياً أو دولياً زي ما أنت عايز تقارن. كل ما تقارن مع حد أكبر هيبقى وضعك التنافسي أحسن. يبقى كل ما زادت نقطة قوة 5 4 3، أقل من 3 تبقى نقاط ضعف. نقاط الضعف في الجامدة جدا تاخد 1، نقاط ضعف بسيطة تاخد 2، مش حاجة تاخد 0، لأن 0 ده مش ما بتاخدش في نقاط عندنا لأنها موجودة. يبقى 1 و2 دايما نقاط ضعف، وكل لما ازدادت النقطة ضعف تاخد رقم أقل تاخد رقم 1. عملية حسابية بقى بسيطة، بنضرب الويت في الريت يطلع حاجه اسمها رانك. بنجمع الرانك بتاع نقاط القوه ونقاط الضعف، هنعمله بعد شويه ان شاء الله للفرص والتهديدات. عندنا ثلاث حاجات. الرانك لو أقل من 2.5 يبقى كلية في وضع انكماش وما تعملهاش خط.
من 2.5 لغايه اقل من 5 يبقى الكليه في وضع متوسط بتعمل لها خط. اعلى من 5 تبقى دي كليه يعني حاجه نتكلم على كامبريدج يعني. فانا اديت هنا امثله طلعت 3 يعني اعلى من 2.5. يبقى البيئه الداخليه متوسطه يعني ينفع يتعمل لها خط، يعني الكليه مش في وضع انكماش. طب هنعمل نفس الحكايه دي للبيئه الخارجيه؟ اه. الفرص مثلا في فرص كتبتها كتيره قوي مثلا نمو الطلبه على التعليم العالي، تخصصات الاقبال على كليه الصيدله، قوانين ما اعرفش ايه الدوله. استاذنك في اول بريك يعني عشان لو في اسئله. اه دلوقتي يعني زي ما حضرتك تشوف، بس انا استاذنك لو حد عنده سؤال يسال حضرتك. طيب خلاص هعمل من المايك خش على البريك. حضرتك اتفضلي يا فندم. دكتورة مروة عايزة خلينا شاشة كاملة. حاضر. الدكتورة هبة. الدكتورة هبة سامعاني؟ دكتور هشام مجموعة من الأسئلة اللي حضرتك ترد عليها؟ ماشي. الدكتورة هبة حضرتك بتقولي لازم ازاي نقارن ما بيننا وما بين كلية تانية. هنقول هنقارن مثلا حد مثلا بيشتغل في جامعة خاصة، ندي اي مثال جامعة سين او صاد، لازم يحضر معنا الفوكس جروب ونقول له احنا بالنسبة للمكان اللي انت او اشتغل فيها فترة او عمل فيها فترة، او نجيب حد من الجامعه الخاصه يقعد معانا فتره يتكلم اللي احنا رحنا لها دي، او جامعه او البنين حد يقعد معانا مدير وحده الجوده هناك او سين او صاد، هو اللي نقول له احنا الوضع بتاعنا كذا، طب انتوا احنا اعلى في كذا وانتوا اقل من كذا. لازم يبقى في مقارنه فعلا لازم. وبعدين لا مانع يبقى الخطط دلوقتي على النت، الخطط بتنزل وبنشوف هو حاطط ايه نقاط قوه ونقاط ضعف عنده. لازم من خلال الخطط ومن خلال المقابلات، لازم من اعضاء التدريس اللي اشتغلوا في الاماكن دي، ممكن حد يكون يشتغل في ليبيا في السعوديه وات ايفر،
يقارن ما بيننا وما بينهم، هو اشتغل هناك، هل ممكن يبقى عندنا الخطه بتاعتهم كمان؟ اه ممكن. هل نسب اعضاء التدريس بتاعتهم واضحه؟ اه ممكن يبقى عندنا جوه الخطه، قلنا في هو في البيانات الاساسيه او النبذه مكتوب مثلا كافي او غير كافي وحاصلين على ايه ومؤهلاتهم ايه، لازم نقارن. الدكتوره نهى ارجو من حضرتك توضيح ما يخص الموارد الماليه باستفاضه، لان حضرتك تعلم نقص الموارد الحكوميه، فما هي وسائل زياده مش عارف زياده يمكن الموارد قصدها قصدي كده دكتور نهى؟ الدكتوره حاجه ثانيه دكتوره ما ايوه دكتور تقصد الموارد الماليه. الموارد الماليه الازهر له حيثيه خاصه بيه، الجامعات الحكوميه ليها حيثيات خاصه بيها. الموارد الماليه هل حضرتك في بعض الكليات في جامعه الازهر شفتها حد بيتبرع للكليه باجهزه ونسمي الاجهزه باسمه، هل ده ممكن عندكم؟ هل مؤتمر الكلية لما يتعمل للكلية هل بيجيب فلوس للكلية؟ هل لما بنعمل بروتوكول مع شركة أدوية نحن بنحلل أو مع قطاع معين من قطاع الصيدلاني نحن بنحلل له عيناته، هل ده بيجيب إنكم للكلية؟ هل ده مسموع عندكم؟ حضرتك اللي تقولي. هل لما حضرتك بتعملي مجلة في الكلية وتنشري فيها أو الناس تنشر فيها بيجيب إنكم للكلية؟ كل ده بيجيب حضرتك سامعني؟ اه سامع حضرتك. الو دكتوره نهى. طيب يا فندم، هو مثلا ايوه انا دكتوره نهى. يعني بقى. هو احنا الحقيقه ايام الاعتماد السابق كنا عملنا كده فعلا، وطلبنا من اعضاء هيئه التدريس من يقوم بتبرع للكليه ان هو يسجل ده حتى علشان يبقى معانا دوكيومنتيشن لده. فهل الاجراء اللي احنا اتخذناه ده كان صحيح؟ يعني في بعض الناس بتتبرع مثلا ببرينتر، ببعض اوراق الطباعه، روزم لورق الطباعة أو إقلام أو مايكروفونات أو وخلافه يعني. فهل ده وسيلة تتكتب فعلا في الموارد الذاتية في تحسين الموارد الذاتية، ولا احنا كده يعني أنا بعيد عن الموضوع ده ودي تعتبر تبرعات داخل الكلية وما تعتبرش موارد؟ أيوة دكتور. بصي حضرتك يا دكتور، من لا يدرك كله لا يترك كله، احنا عايزين طبعا الحاجات التقيلة، يعني حد يجيب لنا معمل ينشئ لنا حاجة كبيرة، لكن حد تبرع لنا بأوراق بالبرينتر طبعا حاجة جميلة جدا جدا، لكن حاجات بسيطة، لكن لا مانع من، هل هي غلط ولا صح؟ لا صح، بس عايزين الأحسن. صح طبعا، صح 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 100%، لكن عايز أكثر من كده. كان في بند تاني برضو كان موجود في أوراق الاعتماد المرة اللي فاتت، كان مكتوب وسائل تحفيز أعضاء هيئة التدريس من أجل الحصول على من أجل تنمية الموارد الذاتية للكلية. إحنا الحقيقة يعني ما كناش عارفين، يعني إحنا حضرنا جدا نجيبها منين وسائل التحفيز دي. فكل اللي إحنا عملناه ساعتها إن إحنا عملنا شهادات تقدير للدكاترة اللي قدروا إن هم يحصلوا على بعض الأموال من شركات الأدوية لدعم مثلا الأيام العلمية أو لدعم أي حاجة في الكلية. فهل دي وسيلة تحفيز كافية، ولا إيه هي وسائل التحفيز اللي أقدر أقدمها لأعضاء هيئة التدريس من أجل زيادة الموارد؟ والله ده لا بأس به إنك سعادتك في مجلس الكلية بتشكريه، بتنزلي اسمه في قائمة الشرف عند حضرتك، بتديله شهادة تقدير من عضو هيئة التدريس. أصلا الكلية بالنسبة له هي يعني هوايته، هي بيته، هي كل حاجة، ده بالنسبة له، لكن بيحب دايما تحفزه. لو جاب مشروع لا بأس، أو لو جاب إنشاء معمل لا بأس إن إنشاء المعمل ده يكتب تحتيه شركة فلان اللي عملته عن طريق الدكتور فلان الفلاني، إيه المانع؟ طالما اللوائح والقوانين عندكم في الأزهر ما بتمنعكش من الكلام ده. يبقى له أولويات في حاجات كتير. يا دكتور ألف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا. أمور يا فندم، أمور يا فندم. دكتور هشام انا عندي سؤال يا دكتور. يعني حضرتك عارف في ظل اللوائح والقوانين وخصوصا يعني جامعه الازهر عندنا مش كل بنود الخطه الاستراتيجيه بنقدر ننفذها، بيبقى فيه معوقات. ف هل الخطه لازم تنفذ 100%؟
بص يا دكتور، الخطة احنا بنسعى الى، دي كلمة استراتيجية بتقال بالضبط كده، بنسعى الى ان summation of error equal zero، بنسعى الى ان summation of error equal zero. وده احنا بشر، لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن حاجة توصل الايرور تبقى زيرو. لكن لما يبقى عندنا الخطة انجازها 90% 95% حقيقي، ده هتبقى حاجة جميلة جدا جدا، وحاجة يعني زي ما بيقولوا عليها كده يقبها، لان الكمال لله وحده. مش في معوقات يا فندم، مش حاجة اسمها معوقات ادارية ومعوقات فنية ومعوقات زي الكورونا اللي احنا فيها ده، ربنا يفك عننا. مش دي ان حاجات، مش كان عندكم وقت في الوقت ده بتخلصوا حاجات؟ طب ما انتوا واقفينها ليه؟ طب مش كان في امتحانات للطلبه؟ كان مش تقييم الورقه الامتحانيه؟ طب ما اتعملتش ليه؟ لان في معوقات. فيا فندم نسبه الايرور مطلوبه ونسبه الحيود مطلوبه، لكنها مش عاليه. يعني ما نقولش مثلا الخطه تم انجازها بنسبه مثلا 60%، لا، ده مش انجاز. لما بنتكلم على 90% ده انجاز جميل محترم كمان، مش جميل. طيب عندك سؤال تاني ولا اقول لك انا رايي تاني في حاجه تانية؟ اتفضل يا دكتور، اتفضل. طيب انتوا الخطه بتاعتكم يا دكتوره مها تخلص امتى؟ تخلص في مايو 2020. مايو 2020 يعني الشهر الجاي. ده 60 شهر بالظبط كده. تمام. نسبه انجازك في الخطه قد ايه؟ 95. يعني احنا ما عندناش لسه تقرير العام الخامس، احنا بالنسبه للعام الرابع 95%. طيب يعني العام الخامس مثلا 90% مثلا. تمام. من حيث الانجاز ده اكثر من ممتاز. طيب فين بقى الخطه الجديده؟ فين الاجراءات اللي بتعملها الخطه الجديده؟ احنا لسه بنبتدي في الخطه الجديده يا دكتور، طبعا يعني احنا لسه يعني ما كملناش الستيبس بتاعتها. هتاخدي وقت قد ايه عشان تعملي السوات اناليسز والفيجن والميشن وتاخدي راي الناس والحاجات دي؟ على الاقل 6 اشهر. هناخد وقت، هناخد كذا شهر يا دكتور. 6 اشهر؟ اه معقول 6 اشهر اللي عايزاهم سنه؟ يعني لسه يعني احنا لسه هنتناقش يعني مع الاداره يعني في الموضوع ده، لكن رقم معين دلوقتي ما اقدرش احدده لوحدي يعني حدود 6 اشهر. يعني مبدئيا مش اقل من 6 شهور مبدئيا، يعني على ان شاء الله على ديسمبر مثلا. خطه جت من يناير، يبقى الخطه القديمه يا فندم هنعمل لها اكستنشن 6 اشهر علشان ننجز الحاجات اللي فيها نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وناخد فترتنا ان شاء الله 6 اشهر دول ننجز الحاجات اللي احنا ما عملناهاش في الخطه القديمه، وفي نفس الوقت نعمل بروسيس للخطه الجديده. في عندك حاجات في الخطه القديمه انت كاتبه مثلا التوعيه بالمعايير الاكاديميه؟ طب ما انت عندك كومبتنسي بيزد والناس هتبتدي تشتغل عليها والناس تخش مع بعضها فيها. ده مش عايز توعيه؟ لا بأس في خلال 6 اشهر برضو تعملي حاجات دي من الخطه القديمه. واضحه يا دكتوره؟ تمام يا دكتور، تمام. نمد الخطه ان شاء الله 6 اشهر باذن الله يا دكتور، باذن الله. في دكتور حمدي، الدكتوره هبه، وبعدين الدكتور حمدي بيقول ايه؟ حضرتك قلت ان هناك حوافز لاعضاء التدريس كدافع للعمل على الخطه، لكن السؤال هنا المقابل، لو كان هناك قصور مش كانت القصور ايه بقى؟ قصور في العمل او تكاسل وعدم انجاز العمل المطلوب، كيف تتم المحاسبه؟ معايا دكتور حمدي؟ ايوه مع حضرتك. انا دكتور حمدي اتفقنا في اليه للثواب والعقاب. تمام. معروف مين بيعمل ايه؟ مش وحده الجوده، لا، فلان في وحده الجوده بيعمل ايه؟ تمام حضرتك؟ تمام. الحافز ممكن حافز مادي، حافز معنوي، حافز بسهل له اموره، حافز ان سفر يروح ويجي. العقاب كتيره يا فندم، العقابات كتيره، يعني ابواب العقاب كتير، ربنا يكفينا الشر يعني، لكن لازم يبقى في عقاب. لازم المقصر يبقى له عقاب، لازم المقصر له عقاب، الا بقى حاجه خارجه عن ارادته. ما ممكن يكون في اللوائح لا تسمح بوسائل العقاب المتنوعة سواء كانت معنوية أو مادية،
لا دي مثلا قصر في ايه؟ اديني مثال حضرتك. يعني انا كلفته بمهمه معينه هيقوم بيها وليكن عمل استبيان وقصر فيه ما عملوش، اجل اسبوع في اثنين في ثلاثه وما عملوش. ما عملوش ليه؟ بدون سبب، تكاسل منه او شغله كباحث مش فاضي يشتغل او حاجه من هذا القبيل. يا فندم وما يوكل اليه من اعمال قوانين تنظيم الجامعات، الباحث ما يوكل اليه من اعمال يا فندم، ووحده الجوده فيها فلوس للجوده من حق عميد الكليه يخصمها، ده اول بند. للأسف يقال لنا دايما محدش يقدر يخصم أي حاجة من أي لا يا فندم، حافظ الجودة يتخصم وممكن يترفع للجامعة وممكن إذا مقصر في عمله يا فندم، بس الأمور ما تاخدش قفش كده. لا لا أنا بفترض لأن هذه النقاشات كانت دايما بتتم يعني بين الأعضاء، يعني دايما نجي نتكلم في حاجة زي كده يقول لك لا ما فيش حد يقدر يخصم حاجة من المرتب أو من حافز الجودة خاصة. لا يا فندم، يا فندم الباب الأول خلاص ال 200% ما تخصمش فيها، لكن باب اللي حافظ الجوده يا فندم بدل الجامعه، باب الجامعه بدل الجامعه باب اول، لكن حافظ الجوده يتخصم منه. بس ليه يخش في المواضيع دي؟ ليه يعني يعني انا مش عايز اقول لك المثل من امن العقاب اساء، ما اعرفش ايه، لكن لازم يبقى في عقاب، لازم وعقاب رادع، وما فيش داعي نوصل له. العلاقات بالحب وبالتاخي بتبقى سهله، اسهل بكتير يا دكتور. يعني تمام، حياتي يا دكتور. شكرا خالص، تسلم. الدكتوره هبه ليها سؤال، برسنتج اوف اتشيفمنت هاو كود بي ديتكتد. ممكن دكتوره هبه تخش معايا في المحادثه؟ السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ اهلا هنا، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. انا اقصد بس حضرتك قلت مثلا لو اتعمل 90% من الخطه يبقى فيري جود. طيب انا بحدد ال 90% دي بناء على تقييمي انا؟ طب ما يعني ولا مين اللي بيقيم لي ان البيسنتج؟ أيوة. هل في كل اتش لو بيسنتج بجمعهم في الاخر ولا ايه؟ ايوه هقول لحضرتك. خلصت حضرتك سؤالك يا فندم. هنوصل في اخر الخط حاجه اسمها اليات للتقييم. حضرتك معايا؟ اليات، وفي فريق بيقيم. اللي بيقيم مش هو اللي اشتغل. لازم في ويفضل اللي بيقيم يكون حد من له الخبرة من داخل الكلية أو الإدارة العليا من الكلية. ما بص يا فندم، اللي خطط ما يشتغلش، واللي اشتغل ما يقيمش، صح؟ يعني طالب الماجستير والدكتوراه مش هو اللي بيقيم نفسه، قد على سبيل المثال قصدي، يعني لازم حد تاني يقيم، لازم عين تانية، وبتقيم بنسب. هدي لحضرتك في آخر إن شاء الله البرزنتيشن جدول، وانتوا عاملين جدول رائع. نسبة الإنجاز يعني مثلا قلنا هندرب، مثلا هندرب 100% على في اعضاء هيئه التدريس على الكومبتنسي بيز اي لوز، كلهم هيطلعوا الكورس بيكس بتاعتهم زي الهيئه ما عايزاها بنسبه 100%. دربت 50% منهم بس، يبقى نسبه الانجاز كام هنا؟ 50. طب دربت 100% و50% منهم بس هم اللي هم عملوا كورسات مناسبه برضو 50، يبقى بالرغم ان دربت 100% لكن مؤشرات النجاح بتاعته 50%، يبقى هنا الحته دي انجازها 50% لانها كانت تدريب ورقي، ما هوش تدريب له الاوتكمز. فهمت قصدي؟ فهمت قصدي حضرتك، شكرا. موريا حتى الثانيه دكتوره مها له من اساتذتنا له استفسار. انا مش شايفه اسئله يا دكتور، فممكن نستكمل المحاضره ولو في اسئله تاني في الاخر بقى نستقبلها باذن الله. حاضر يا فندم. اتفضل. برزنتيشن كده طلعت دكتوره؟ دكتوره ما واضحه يا دكتور، واضحه البرزنتيشن. اتفضل. حاضر يا عميده. حاضر يا فندم. مزاجك يا فندم، معلش مزاجك يا فندم. لا ازاي يا فندم، سعداء بالورشة العمل جدا، يعني شاكرين لحضرتك. العفو يا فندم. برضو بالنسبة للفرص والتهديدات دعمل لهم نفس المصفوفة اللي فاتت، كنا مسمينها سوات، دي بنسميها تواس، المقلوبة بتاعتها. كان في أكل زمان حط اللحمة والرز كده في الحلة ونقلبهم، فدي المقلوبة بتاعتهم. العكس بتاعهم بعد ما طلعناهم بنشوفهم بيعملوا ايه، زي ما عملنا برضو الويت والريت والرانك دي اصعب حته في الخطه الاستراتيجيه، اصعب حته للمبتدئين، لكن بالنسبه للي شغال في الحكايه دي سهله جدا بالنسبه له. يعني
بعد ما بنطلع الحاجات دي كلها نشوف احنا فهني استراتيجية علشان نبقى عارفين وضع الكلية بتاعتنا. لو النقاط اللي بتاعت الويت والريت وضربناه وطلع الرانك طلع اقل من 2.5 يبقى احنا في حاجة اسمها استراتيجية الانجماش. بنعمل جدول كده بنحط فيه نقاط مجالات القوة وجنبيه مجالات الضعف اللي احنا طلعناهم الميجور والميجور اوبورتيونيتيز والميجور ثريتس، ونقول لو احنا في وضع انكماش في الكليه يعني البيئه عندنا في تهديدات، مثال كليه في تهديدات زي دلوقتي مثلا الكورونا تهديد خارجي اهو، ونقاط ضعف جامعه الازهر مثلا مثلا مش عامله برامج للاي ليرنينج، نعمل ايه؟ نعمل ايه في التهديد اللي احنا فيه ده مع نقاط الضعف؟ لازم نكتب الكلام ده. نقول في الوضع ده مثلا هندرب اعضاء التدريس اونلاين على انهم يتواصلوا مع الطلبه ويعملوا كذا وكذا وكذا. في وضع التهديد مع الضعف لازم اقول هعمل ايه. طيب ده لو الوضع اقل من 2.5، الوضع اكتر من 5 اسمها بقى استراتيجيه التميز والنمو والتوسع والتعاون مع الناس والشراكة. نقول أنا لو في يوم من الأيام وصلت بقيت أعلى من 5 هعمل بروتوكولات مع كذا، هعمل بروتوكولات مع الدي أدي، هعمل كذا كذا كذا. لازم أقول هستغل نقاط القوة بتاعتي إزاي مع الفرص الخارجية بنقاط شكلها إزاي، لأن ده ممكن يحصل في يوم من الأيام. طيب استراتيجية الثبات دي اللي كنتوا فيها في الفترة الأولية قبل الاعتماد الأولاني، اللي هي بتستغل نقاط القوة بتاعتك أنت عشان تقلل التهديدات الخارجية. مثلا تهديدات خارجية مثلا جامعة الأزهر بتلزم الكليات بالاعتماد سريع في نقاط قوة عند حضرتك، إن عندك أعضاء التدريس خبراء في الجودة. فأول حاجة مثلا قدمت الاعتماد المرة اللي فاتت. الوضع اللي انت فيه دلوقتي وضع اسمه التطوير والتنويع. التطوير والتنويع والثبات دول أعلى من 2.5، بس التطوير والتنويع ده أحسن، يعني أرقى شوية، حاجة يعني إذا بقوله أعلى شوية، أعلى من اللي كنت فيه شوية. بس لا مانع انك كنت تبقى في الثبات زي اللي فات، لكن تفضل كله كده ستاتيك، طب ما تتحرك شويه، تستغل الفرص الخارجيه بالنسبه لك، الحاجات اللي خارجه من بره. حد من حضراتكم زي اللي قالته زميلتنا استاذتنا من شويه، احد اعضاء التدريس اللي هو مثلا اصدقاء في شركه ما جاب لنا فند، واحنا ضعف الموارد الماليه. الحلاوه دي الضعف اللي عندنا محدوديه الموارد الماليه، فرصة خارجية إن الدكتور الفلاني عضو مجلس إدارة شركة كذا أو كذا كذا هيجيب لنا كذا. ده تطوير، تطوير ده كويس، ده محترم جدا. اللي قالته الدكتورة ده شيء محترم جدا، إن بستغل الفرص الخارجية في معالجة نقاط الضعف. لازم الكلام ده يبقى مكتوب، لازم الكلام ده، عشان أنت حضرتك دلوقتي المرحلة اللي إحنا فيها في أغلب الكليات في مرحلة انكماش، فلازم نبقى عارفين بنعمل إيه بالظبط. لازم الكلام ده يبقى اسمه التنوع بتاع حضرتك، انت فين لما الامور ان شاء الله تبقى حلوه وتخش في استراتيجيه التميز والتنوع، وتعمل بروتوكولات وتعمل كذا وتعمل كذا وكذا. في الوضع الحالي بتاعنا في الثبات والتطوير، وفي وضع لا قدر الله بتاع كورونا ده ربنا يزيحه عننا، في وضع الانكماش لازم الاستراتيجيات دي موجودين. هل ممكن اغير من استراتيجيه لاستراتيجيه زي ما انتوا دلوقتي مغيرين منها؟ انت دلوقتي مغير في الاستراتيجيه، عملت الاستراتيجيه بتاعتك فيها فلكسبيليتي، ان غيرت من اوضاع عندك، عملت تدريب اونلاين، ده شيء محترم جدا. يبقى لازم بعد ما بتحدد الخمس نقاط قوه والخمسه ضعف او العشرة، بس هتثبت الرقم، لو خمسه قوه يبقى خمسه ضعف، يبقى خمسه فرص يبقى خمسه تهديدات، لو 10 يبقى 10 يبقى 10. البيئه الداخليه بواحد والبيئه الخارجيه بواحد، ونتفق زي ما اتفقنا ازاي بنحسبها. دول السوات اناليسز علشان اعرف هعمل ايه. طيب امال يعني ايه بقى الجاب اناليسز؟
انا عرفت وضع كليتي اني هعمل لها خطه. طب الجاب بقى ايه بقى؟ ايه بقى تحليل الفجوه؟ تحليل الفجوه عشان اعرف هعمل ايه بالظبط بمنتهى البساطه، انا فين وهعمل ايه بالظبط. في حوالي 40 طريقه لتحليل الفجوه بالظبط، يعني 40 طريقه او 42 طريقه. في واحد فيهم اسمه سيرفيكال. سيرفيكال ده راجل تربوي، بس طريقته صعبة شوية. بيحدد الفجوات بين رأي المستفيدين من الخدمة وأداء المؤسسة. في وسائل النقل، في الخدمات البحثية، في الحاجات دي كلها. صعب ان احنا نقيس، يعني صعب الطريقة بتاعته. عايزة ناس متخصصين في الإدارة قوي. هل في طريقة أسهل منه؟ طب ما نشتغل في الطريقة السهلة. نشتغل دكتور هشام في الطريقة السهلة. هي إيه بقى الطريقة السهلة؟ على معايير الاعتماد. في عندنا كم معيار اعتماد؟ أهم التخطيط الاستراتيجي، قيادة والحوكمة، إدارة الجودة، أعضاء التدريس والهيئة المعاونة، الجهاز الإداري، الموارد، المعايير الأكاديمية والبرامج، التدريس والتعلم، الطلاب والخريجون، البحث العلمي، الدراسات العليا، المشاركة المجتمعية. كل رئيس معيار مع الفريق بتاعه يعمل لي جدول زي ده. الوضع الحالي في المعيار بتاعه، الوضع الحالي بوزيتيف أور نيجاتيف، والوضع المقترح. ما الوضع المقترح ده هاخد منه بقى الانشطه احطها في الخطه الجديده. دي دراسه الفجوه، الوضع الحالي، الوضع المقترح، وده الاوتكمز، الوضع المأمول. ده كان معيار المشاركه المجتمعيه، وكان الوضع المأمول بتاعه طبعا رضا المجتمع بيزيد عن خدمات الكليه. ده أبسط حاجة. الوضع المقترح ده هي دي الأنشطة بقى اللي بجمعها واشتغل بيها في الخطة التنفيذية. عرفتوا بنجيب الأنشطة منين؟ اهي حاجة بسيطة خالص خالص. خش بقى في الكلام المتخصص شوية، مكونات الخطة. الرؤية، الرؤية ده تطلع مستقبلي، لكن ما هوش حلم. الحلم ده مش في التعليم حاجة اسمها حلم، في رؤية، تطلع مستقبلي. الفيجن، الميشن، يعني الجامعة أو الكلية بتشتغل ليه؟ الكلية بتشتغل عشان ما يسمى بالوكالة بتوعها، اللي هو خدمة المجتمع والبحث العلمي والطلاب. دي الرسالة، دي أبسط حاجة في الرسالة. وأقول فيها بقى مثل ما قال العلماء بقى في الطلبة وفي البحث العلمي وخدمة المجتمع. قول زي ما أنت عايز. الأهداف دي النتائج اللي بعد كده أنت عايز تعملها. الاستراتيجية دي الخطة بتاعتك. أمال يعني السياسات بقى؟ بوليسي. جماعة بتوع الاقتصاد والعلوم السياسية يقول لك ايه؟ كلام كده مجعلص، يقول لك ايه؟ policy must previous to the strategy. يا سلام، يعني ايه؟ policy يعني الخطوط العريضة، يعني اللوائح، يعني القوانين، يعني سياسة شؤون الطلاب، يعني رحلة الكلية، يعني سياسة البحث العلمي، سياسة الثواب والعقاب. لازم تحط قبل ما في خطمة طبعا. المشروعات أو الأنشطة دي اللي أنت بتعملها اللي أنا قلت لك عليها من شوية بنعملها. الميزانية، خطة من غير ميزانية ما تنفعش. خطة من غير موازنة، أنا آسف. هو إيه الفرق بين الميزانية والموازنة؟ الموازنة اللي هيجي لك إن شاء الله في الخطة خمس سنين، في الخمس سنين اسمها موازنة. الميزانية اللي تحت إيدك، فلما بنكتب في الخطة الموازنة. الإجراءات هتعمل الأنشطة اللي عندك دي إزاي؟ هو لازم الكلية لها قيم؟ طب أدي مثال لقيم كده. لازم بنعمل لها كوتشينير، وبرضه نعمل لها مقابلات،
مثلا دي احد الكليات شافت ان فيها مرونه ونزاهه وعداله، ده طلع من الاستبيانات اللي بتعمل، ده لازم قيم الكليه قيم. طيب الرؤيه حلم نصبوا اليه، صوره تخيليه، ما هوش حلم هو صوره تخيليه. الرغبه في التميز والتفوق لغتها جميله وبسيطه، لازم تكون ماشيه مع رؤيه الجامعه ومع رؤيه الدوله. انا عندي كان في جامعه قناه السويس كان في كلمه تتطلع في الجامعه، فاخدتها تتطلع في الكليه، تتطلع كليه طب جامعه قناه السويس ان تتبوأ مكانه مرموقه في مجال العلوم الطبيه البيطريه استنادا الى برامجها التعليميه وانشطتها البحثيه وخدماتها المجتمعيه. قلت مكانه مرموقه وقفلت بقي، مرموقه بقى سكت، لا قلت محليا ولا اقليميا ولا دوليا. تمام، ليه بقى وقتها؟ لان ما كانش عادي، ما كنتش متبني حاجه دوليه، فقلت مرموقه وبس وسكت. الرساله بقى الانشطه اللي بتقدمها الكليه، الانشطه اللي بتقدمها الكليه، قلت التلات طلبه والبحث العلمي وخدمه المجتمع. ندي مثال، الرساله لازم فيها تعمل او تؤدي او تقوم، مش تتطلع، لان تؤدي. طيب هنا قلت اعداد اطباء بيطريين مؤهلين معرفيا ومهاريا لجعلهم قادرين على المنافسه محليا واقليميا وعالميا. ايه بقى الدليل عندك بتاع عالميا دي؟ بتاع عالميا دي واقليميا، عالميا واقليميا لازم تكون متبني معايير انترناشنال، لازم حتى ولو في الدراسات العليا ممكن، بفرض ما تبنتهمش او الرساله القديمه ما كانش فيها اقليميا وعالميا، هل ممكن الرساله الجديده تفضل محليا؟ هو يعني الرد بتاعه يعني صعب على قلبي قوي، لكن ممكن لو الناس قالت كده، بس ما تمناش كده، ما بقاش تطوير ابدا حتى ولو في دراسات العليا. طب هو احنا عشان المعايير العاديه وصلنا للكومبتنسي بيز يبقى كده محليا؟ لا، جامعه قناه السويس شغاله في المعايير في الكومت في الانتجريشن وفي الموديولز من اول ما عملتها في كليه الطب البشري. لا، لازم تخش معايير مع كليه عالميه. هل امكانياتك تسمح لك انك تبقى تتبنى معايير بتاعه كليه ثانيه؟ هل معاملك وانشاءاتك تسمح لك؟ لو ما تسمحلكش ما تقولش. بكرر الحته دي، ومكافاه احتياج سوق العمل العلميه والتكنولوجيا فرص العمل بالاضافه الى توجيه البحث العلمي لخدمه المجتمع. يبقى كلمت على الطلبه والبحث العلمي وخدمه المجتمع مع الحرص على تنميه القيم. لو فصصت الرسالة دي لثلاث حاجات أو أربع حاجات يبقى دول الغايات. يبقى الغايات هي مكونات الرسالة الكبيرة أو الخطوط العريضة. الغايات هي النتائج النهائية المطلوبة. خطوط عريضة قوي. الغايات مثلاً على الأقلها في ثلاث غايات، على الأقلها في غاية خاصة بالتعليم والتدريس والتعلم، غاية خاصة بالبحث العلمي، غاية خاصة بخدمة المجتمع، ده على الأقلها، بس خطوط عريضة. إيه رأيكم في الخطوط العريضة دي؟ رفع كفاءة العملية التعليمية بالكلية، تطوير منظومة الدراسات العليا ودعم البحث العلمي، تنمية خدمة المجتمع والعمل على تحقيق الرضا المجتمعي، الارتقاء بالقدرة المؤسسية. الكلام كبير مطلوب، ده المطلوب في الاخر، مش الاوت بوتس، ده الاوت مش الاوت بوتس، ده الاوت كامز. كلام كبير قوي. الاهداف الاستراتيجيه لازم تتقسم على ثلاث مراحل، غايه، هدف استراتيجي،
هدف تنفيذي اسمها الأهداف على مستوياتها الثلاثة. لازم شفنا احنا لغاية دي أكبر حاجة لازم نفصصها لحاجات أقل لغاية لما نوصل لهدف تنفيذي بقى قابل للتحقيق. هدف التنفيذي لازم يكون قابل للتحقيق، هو أصغر حاجة. في مثال هنا هو أدي غاية رفع كفاءة العمليات التعليمية، هدف إجرائي تطوير واعتماد برامج مقررات مرحلة البكالوريوس. هدف تنفيذي بقى يعني أشتغله بالظبط أعمله بالظبط، هو هدف تشغيلي تبني وتطبيق المعايير التأكد من توافق البرنامج التعليمي مع رسالة وأهداف الكلية ملائمة برنامج التعليمي لسوق العمل. كل برنامج من دول بعمله نشاط، يعني التباني ده ايه النشاط اللي عامله جوه هشوفه كمان شوية. لازم اعمل مجالس اقسام، لازم اعمل ورش عمل بالتوعية، لازم اعمل مجلس كلية، ها لازم يبقى موجود جوه التوصيف. دي اسمها الانشطة اللي جوه بقى، يعني الانشطة هي اللي بتحقق الهدف التنفيذي. حاجات الصغنططة كده اللي بنعملها اللي بتحقق الهدف التنفيذي، عقد ورشة عمل، وضع مكافآت، عقد مجلس كلية. خلاص هل واحنا شغالين في الخطة لازم نقيم الاحتياجات والعقبات والمخاطر ونحددها؟ اه لازم نقيمها، لازم الوضع بتاعنا نبقى مقيمين في عقبات فنية، عقبات مالية، وعقبات بيئية نبقى عارفينها لقدر الله حصلت معانا. هل لازم في موازنة تقديرية للخطة؟ هل الأنشطة اللي بعملها دي لازم ليها موازنة؟ اه طبعا. ده مثال لخطة، دي الغايات، رفع مثلا كفاءة العملية التعليمية، ده هدف استراتيجي واحد على واحد، تطوير أعضاء هيئة التدريس، تطوير واعتماد برامج ومقررات دراسة مرحلة البكالوريوس، دي أهداف تنفيذية، تبني وتطبيق المعايير، تبني وتطبيقها دي هعملها بأنشطة، النشاط اعتمادها في المجالس الرسمية زي لجنة شؤون الطلاب، مجالس أقسام وعميد الكلية، هعمل برامج للتوعية بيها اللي تعملها يبقى المسؤول عنها وكيل الكلية. يعني لازم كل نشاط له مسؤول تنفيذ. يبقى الغاية ثلاث أربع غايات، خمس غايات بالكتير قوي، كل غاية تنقسم برضو لثلاث أربع خمس أهداف استراتيجية، كل هدف استراتيجي تقسم من هدف تطبيقي أو هدف تشغيلي أو هدف تنفيذي، كذا هدف تنفيذي، أنشطة بعملها بيها، بعمله إزاي؟ الميثودولوجي لازم مسؤول عنه بقى، مين مسؤول التنفيذ بالاسم؟ يعني مين المسؤول عن ده بالظبط؟ الإطار الزمني، هعمل النشاط ده من شهر ايه لشهر ايه؟ ايه مؤشرات النجاح؟ ايه النجاح اللي بيقول الحاجات دي عملت؟ طب وبعدين مصادر التمويل بكام؟ اسمها الخطة التنفيذية، مين اللي هو مسؤول التنفيذ؟ هيعمل ايه؟ هيعمل نشاط ايه؟ امتى؟ وبكام؟ وايه مؤشرات نجاحه؟ تحبوا ناخد اسئله؟ اسئله المرحله الثانيه؟ تمام. في اسئله يا دكاتره؟ حد عنده اسئله؟ Yeah.
السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. معلش دكتور هشام، حضرتك قلت ان يعني هيبقى فيه شغل كتير، وان المجموعة اللي بتخطط غير اللي بتنفذ غير اللي بتتابع. تمام يا فندم. نسبة اعضاء هيئة التدريس بالهيئة المعاونة هتكفي في القصص اللي احنا لسه عارضينها؟ اعتقد ان صعب قوي ان نعمل كلاسيفيكيشن بالطريقة دي في ضوء الشغل اللي مفروض ينجز. تمام، ارد على حضرتك. اتفضل يا دكتور. فريق إدارة الخطة الاستراتيجية، سيادة العميدة والاثنين وكلاء في الكلية ومديرة وحدة الجودة، دول فريق إدارة. وكل اللي شغالين عندي في الكلية، تحب تشغلي مثلا كم عضو هيئة تدريس فيهم في الكلية؟ نقول 100 مثلا. يوم 100؟ لا 100 يا فندم يعملوا خطة للدولة يا فندم. 100 يعملوا خطة للدولة. يبقى انا يبقى زي ما حضرتك قلت اعمل لهم كلاسيفيكيشن، جزء ينفذ، جزء يتابع، وجزء يشارك في التخطيط. بالظبط كده. بالظبط. بالظبط. يعني سياده العميده والوكلاء ومدير تخطيط فريق الاداره، فريق بقى التنفيذ كذا كذا كذا، وفريق المتابعه ممكن حد من الحكماء كليه، الدكتوره علا هانم، الدكتوره حد يتابع الاداء، شوف الحاجات تم انجازها قد ايه، اللي بيراجعوا الخطه حد من مركز الجوده في الجامعه، حد عايزين تسعينه بيه من بره، ده اسمه مراجع الخطه الورقي، مراجع ورقي الخط، او بتستعينوا بيه بعض الحاجات، بتبقى العمليه سهله جدا يعني. شكرا لكم دكتور، ولكم اداره كليه عظيمه يعني. شكرا يا دكتور. شكرا. اتفضلي يا فندم. حاجه ثاني؟ صباح الخير. صباح النور يا فندم. ازيك يا دكتور هشام؟ اهلا يا فندم. انا علا سيد. اهلا 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 يا فندم. اهلا يا فندم. حضرتك في الدعم الفني في قناة السويس وفي الزيارة. اهلا اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. دكتور هشام، بالنسبة للخطة احنا بنعملها مع بداية العام الدراسي، على اساس ده يتناسب مع صحي كده يعني؟ والله خلصتوها مع بداية العام الدراسي. والله لو خلصتوها مع بداية العام الدراسي بكتر خيركم، لو خملتوها من اول يناير بكتر خيركم. كلها بداية العام الدراسي يبقى في شهر ايه ان شاء الله؟ يعني بناخد من سبتمبر كده. على بركة الله يا فندم، انا ما عنديش ماء وماد، عملتها في يناير مش حرام يعني. تمام. وبالنسبه لل دراستي يا فندم، تقرير الزياره السابقه ونبتدي دراسه الزياره اللي فاتت، الملاحظات اللي جالنا في الزياره السابقه مع العقيد، ونبتدي نحط السنه اللي هي امتداد الخطه بتاعتها. تمام كده. تمام تمام. وصلت بس مش عارف ان اتفضلي تو السبكه يمكن وحشه يا دكتور. لكن تمام يا فندم. تمام. يعني انا شايفه كده ماشي، مع استفدنا جدا من محاضره حضرتك والنواحي التنفيذيه وتوزيع المسؤوليات، ف خدت التصور دوت لشغلنا ان شاء الله. ده شرف ليا يا فندم، ده والله ده تواضع من حضرتك. العفو يا فندم، ده اللي اتعلم من حضرتك يا فندم. لا ازاي يا دكتور هشام، محاضره جميله جدا. شكرا لحضرتك. العفو. دكتوره مها في حاجه؟ نستكمل يا دكتور بعد اذنك. نستكمل الجزء الاخير بقى ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور، اتفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجه اسمها خريطه جانت، واضحه كده يا دكتوره مها؟ واضح يا دكتور. ايه خريطه الجانت دي بقى؟ خريطه الثانويه. عشان ابقى عارف النشاط هيتعمل في شهر ايه، وايه المساعدات المطلوبه له، وايه العقبات المتوقعه، وايه خطه الطوارئ. اسمها خريطه الجانت. دي حاجة يعني نقول ايه،
over and above قوي يعني حاجة بزيادة يعني حاجة بزيادة. بعرف كل شهر ايه النشاط اللي عندي وايه العقبات اللي ممكن تحصل وهعمل لها ايه. دي حاجة بزيادة شوية يعني. طيب اهداف هل في لابد يبقى فيه تقييم للاستراتيجية عشان النتائج؟ هل فيها حيود؟ هل في انحرافات عن النتائج اللي بتطلع؟ لازم. لازم نقيمها ونعملها جدول. انتوا عاملين جدول في منتهى الجمال وعملنا فريق للتقييم والرقاب عشان نقلل من المخاطر. كنت عامل جدول انا بسيط كده الاهداف، الاهداف التكتيكيه، الاهداف التشغيليه، المؤشرات او الانشطه، المخرجات اللي حصلت بالظبط، حصل ايه بالظبط. يعني لما اقول هندرب كل اعضاء التدريس اللي حصل بالفعل تدريب 50% بس، يبقى مستوى الاداء ما هوش بقى 100%. دربنا 40% بس، يبقى اقل من 50%. كل هدف بكتبه وبشوف ايه اللي حصل بالظبط، كم في الميه منه حصل بالظبط، عشان في الاخر ابقى عارف انا عملت انجزت كم في الميه كده. عملنا الحلقه بتاعه ديمينج خططنا ونفذنا حللنا وناخد اجراءات تصحيحيه ان شاء الله. هل احنا فعلا اكتسبنا الحاجات دي؟ عرفنا يعني ايه تخطيط، مكونات الخطة، الرؤيه والرساله والغايات، مراحل التخطيط، عرفنا التحليل البيئي، عرفنا المصفوفه بتاعت التواس، مستويات الاستراتيجيات الاربعه اللي قلنا عليهم، افضل استراتيجيه نختارها، بلورنا الرؤيه والرساله والغايات، عملنا خطه تنفيذيه، عملنا عمليه تقييم. هل اكتسبنا الحاجات دي؟ لو اكتسبناها فده فضل وكرم من ربنا الكبير عليا انا. انا بشكركم وهنسيب بقى 10 دقايق من حضراتكم اي اسئله اي استفسارات، انا تحت امر حضراتكم. اتفضلي يا دكتوره ست العميده. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. بعد اذن حضرتك معلش، بالنسبه لنسبه اعضاء هيئه التدريس، لان دي نقطه كانت مهمه جدا في التقييم السابق. انا أيوة بحسب هيئة التدريس على قوة العمل فقط. أيوه. طيب في مثلا مهمة أو قومية أو مثلا الأجهزة أو الإعارات. النقطة جت دايما confused في تحديد النسبة. دايما التقييمين على رأس العمل. ولو في حضرتك بتنتبه لحد من بره المنتدب بنص. شكرا لك. حاج معايا فهم؟ حضرتك يا دكتور انا سمعت تمام. تمام يا فندم. القائمين على راس العمل هم بيشتغلوا فعلا. تمام. ودول بس اللي بحطهم في الاحصائيات بتاعت انا بكتب عندي كل الناس عندي كام، لكن بكتب القائمين على راس العمل وبحط نسبتهم. انما ما بيتحسبوش في الاحصائيات، يعني ما اقدرش مثلا اللي هم قائمين على راس العمل هم بيشتغلوا اللي مش في اعاره. تمام. اللي منتدب انتداب جزئي بحسبه، يعني حد بيروح يومين كليه فهو شغال معايا، لكن انتداب كلي لا. شكرا يا دكتور. دكتوره هيام عبد الباسط بتسال كتابه التقرير السنوي على ما تم انجازه متى يكون مناسب. التقرير في تقارير بيتعمل نصف سنوي سنوي، يعني بعد مرور 12 شهر 6 اشهر و12 شهر. يا دكتوره هيام، دكتوره هيام مع حضرتك يا دكتور. يا حضرتك بتسالي التقارير عما تم انجازه متى يكون مناسب. المفروض كل سنه المؤسسه بتقدم تقرير. تقرير عن ايه؟
في نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات كل سنة بيتقدم المؤسسة بتقدمه بعد ما بتاخد الاعتماد. ده تقرير سنوي للكلية. بالظبط المؤسسة كاملة. في تقرير سنوي دكتورة هيام عن إنجازات الخطة. أي دكتور. في تقرير تاني يا دكتور هيام عن إنجازات الخطة. ده يعني بنحطه في آخر التقرير اسمه تقرير متابعة الخطة. ده ضمن التقرير السنوي. أنا بتكلم عن التقرير السنوي يا دكتور. التقرير السنوي ده اللي حصل في المعايير يا دكتورة خلال السنة كاملة. أيوه. لا أنا عايزة أعرف إمتى بيكون مناسب. بعد سنة. يعني أنا بقدمه وما بيتردش عليا، هل هو يعني بيتاخد في مركز ضمان الجودة؟ لكن ما بنعرفش يعني ما بيردوش علينا يقولوا لنا إذا كان مناسب مش مناسب، إيه المفروض يتعمل؟ لا يا فندم، هو الأول المفروض التقرير ده بعد ما يتعمل بيتعرض على مجلس الكلية وجوه داخل مجلس الكلية. ماشي الكلية ماشي، بس بنبعته بعد كده على إدارة ضمان الجودة. مركز ضمان الجودة المفروض يجي حضرتك موطيف في معيار الجودة، إن مركز ضمان الجودة بيتابع حضرتك. لا أنا ما جاليش رد. يعني أنا بكلمك على المفروض يعني. عشان كده بسأل حضرتك إمتى أعرف إن هو مناسب أو لا، لازم رد من مركز ضمان الجودة. اه طبعا يا فندم. شكرا دكتور، جزاكم الله خيرا. امور يا فندم. ازاي دكتوره منى، ازاي احسب قيمه التمويل المالي لكل نشاط في الخطه؟ دكتوره منى، لازم معاكي حد مالي من الكليه برضو يساعدك في الكليه، حد عشان يقولك هتعملي وركشوب بورق بكام، بالمدرب هياخد كام، بقاعه تكلفتها كام، الحاجات دي بكام، لما تجيبي اجهزه الاجهزه دي بكام، حد يكون خبير في الماليات شوية يساعدك فيها. وبعدين بتسأل برضو سؤال، وهل التخطيط الاستراتيجي لكل برنامج على النظام الجديد؟ مش فاهم يا دكتورة منى، ممكن تخش معايا في المحادثة؟ لكل برنامج يعني ايه؟ السلام عليكم دكتور هشام، شكرين جدا على المحاضرة، ومعلش يعني انا جيت متأخرة في المحاضرة شوية. دلوقتي نظام البرامج الجديد، احنا كلية علوم فعندنا حوالي 15 برنامج، فهل التخطيط الاستراتيجي هيبقى هعمله لكل برنامج على حدة، لان دلوقتي الاعتماد برامجي؟ ده سؤالي. بص يا فندم، الخطة الاستراتيجية هي خطة استراتيجية للكلية، تمام؟ البرامج في اعتماد البرامج في حاجه اسمها رؤيه ورساله واهداف البرنامج، لكن البرنامج ملوش خطه استراتيجيه. اوكي، يعني انا دلوقتي اعمل البرنامج بس الرؤيه والرساله والاهداف بتاعته. ايوه دخلتي في المعيار الاستراتيجي او الخطه الاستراتيجيه هاخدها او هستخدمها من الكليه. طبعا. وبعدين لازم رؤيتك ورسالتك واهدافك متسقه مع رؤيه ورساله واهداف الكليه. الكليه والجامعه. بالظبط يا فندم. أيوة. بنعمل مصفوفه كده ماتريكس الاينمنت بينهم هم الثلاثه، بين البرنامج والكليه والجامعه. شكرا لحضرتك. تأمري. في اي حاجه ثانيه دكتورتنا؟ دكتوره هبه بتشكر الدكتوره اماني، طبعا وانا كمان بشكرها. السلام عليكم. برضو ان انا اشكر الدكاترة طبعا والأساتذة من صيدلة اللي دعونا، ومتشكرة جدا لحضراتكم للمساعدة دي بصراحة. يعني احنا كلنا المشكرين ليك يا دكتور هشام، ومستمتعين بالورشة العميدة. شرف لي يا سيادة العميدة، شرف لي والله، شرف لي يا فندم. تفضلي فندم. السلام عليكم، ممكن أسأل حضرتك سؤال من فضلك؟ تفضلي فندم. ايه النسبة المعقولة اللي المفروض نخصصها من اجمالي الميزانية التقديرية بتاعت الموازنة بتاعت الخطة للبحث العلمي او المشاركة المجتمعية او التعليم؟ هل الجامعة عندك بتخصص موازنة للكلية انت عارفها بتقسميها بنسبة ازاي؟ 3-2-1؟ هل الجامعة بتخصص لحضرتك موازنة للكلية عند حضرتك؟ أكيد في موازنة مخصصة، بس بتبقى مخصصة مثلا لشراء كيماويات، لشراء انت عندك اجهزة زجاجيات الكلام ده، لكن مثلا في مخصصة حاجة اجهزة ومعدات وتجهيزات وما اعرفش ايه، لان تبعتها الجامعة لكن مش خاصة بكل نشاط عند حضرتك. مجلس الكلية يا فندم بيجتمع، وهو اللي بيخصص او عميد هي اللي بتحدد النسب دي. النسب دي ممكن ارجحها ما بين كذا وكذا،
افرض عندي حد ممكن بيساعدني في المشاركة المجتمعية ممكن اعملها ببلاش، ممكن ما تخصصوش الميزانية، لكن الميزانية الخاصة في الخطة الحاجات الخاصة بالمشاركة المجتمعية دائما بتبقى ضئيلة، لانك بتعملهم ايه؟ اجتماعات لقاءات، لكن في البحث العلمي وفي الطلبة بتشتري اجهزة، بتشتري معدات، بتشتري تجهيزات، بتكلف كتير. فممكن النسبة تبقى 3-2-1 وممكن تبقى 3-3 في خدمة المجتمع ما فيش، لان انت عندك التدريب الميداني ده هل بيكلفك حاجة؟ هل الطلبة بينزلوا يتدربوا عندك بيكلفك حاجة؟ ولا الجامعة اللي بتعمل لك بتساعدك من عندها؟ الكلية هي اللي تقول. تمام، شكرا يا دكتور، شكرا. تأمر يا فندم، تأمر يا فندم. نكمل دكتور هشام. هو كده انا خلصت البرزنتيشن من اولنا من التعريفات لغايه عمليه المراجعه بتاعه الخطه، وخدنا الوقت بتاعنا جميل الحمد لله. شكرا دكتور عولة. اتفضل يا دكتور نكمل يا ريت بعد اذن حضرتك. انا خلصت البرزنتيشن بتاعي. الله شكرا دكتور هشام. العفو يا فندم. معلش نسمع في كرم حضرتك، نرجع تاني للجزء اللي فيه الرانكينج وفيه الوزن عشان الحته الفنيه اللي في ال رجعها تاني حاضر بقى اللي هي التواس. حاضر اهي هرجعها حاضر. حضرتك قلت دي صعبه ودقيقه. ايوه حاضر. حضرتك شايف البرزنتيشن؟ تمام. بنحدد 5-10 نقاط في مجالات القوة والضعف القوة والضعف، وبنحدد وزن كل عامل من البيئة الداخلية بحيث القوة بنص، كل القوة بنص، وكل الضعف بنص لأنهم يونت. تمام؟ ولازم الفريق يقعد يقول لي مثلا طلعنا أكتر حاجة واخدة قوة أعضاء التدريس. أعضاء التدريس دي نسبتها بتأثر على الكلية داخليا بكام في المية من النص؟ ما النص ده الأولاند أول بتاع القوة، والنص ده الأولاند أول بتاع الضعف، يعني الاثنين على بعض بواحدة بيونت. فالنص ده الكلية هي اللي تقول، الفوكس جروب في الكلية هي اللي تقول، الخبراء اللي في الكلية هم اللي يقول قوة أعضاء التدريس تمثل قد إيه في الكلية دلوقتي. الريت لازم اقارن نفسي بحد. معلش بعد اذنك يا دكتور، هو يعني لازم القوه قصاد الضعف نص ونص، ولا ممكن افرض انا عندي القوه عاليه اكتر من الضعف؟ بصي حضرتك، ممكن اللي سعادتك بتقولي انا موافق عليه، بس ده هيبقى مرحله، يعني خلينا في الحاجات السهله انها نص ونص. وده المثال اللي حضرتك حاطه ده هل هو نص ونص؟ انا لما جمعتهم على بعض انا مش شايفاه نص ونص. والجزء القوه اعلى من من واحد. أنا من نص. يعني أنا بدي مثال 2.15. أنا بدي مثال، لكن هل ممكن القوة والضعف لازم في الآخر يطلع واحد؟ يعني أدي 1-2-3 ده 3 3/10. هل ممكن نخليه نص بس؟ لكن ما زودوش عن نص الضعف. لو زودت الضعف عن نص يبقى معنى كده إن الكلية دي ضعيفة أكتر منها قوية. أنا بدي نص ليه؟ عشان ما زودش. لكن لو حضرتك عايز تخلي القوة 7/10 والضعف 3/10، يبقى اعضاء التدريس قد ايه من 7/10؟ ايوه ها تمام. هي حاجه ريليشن لبعضها، فانا اديت لك النص. تمام تمام. عايز تخليهم 7/10، 7/10 3/10 ماشي. دي قد ايه من 3/10؟ دي قد ايه من 7/10؟ دي قد ايه من 3/10؟ من 7/10 برضو لازم نبقى عارفين حجمنا قد ايه. تمام. الريت لازم بقارن نفسي بكليه تانية، لازم بكليه قريبه مني، اقرب حاجه ليكوا البني، او اقرب حاجه في المنطقه اللي انت فيها اللي هي القريبه او ليها نفس مؤثرات القوه والضعف بالنسبه لك، قريبه شويه. هل لهم خطه؟ هل كاتبين فيها اعداد اعضاء تدريس؟ طبعا لهم خطه. هل عندهم اعضاء تدريس متوفر قوي؟ انت بالنسبه لهم كام؟ انت بالنسبه لهم 5/5 ولا انت بالنسبه لهم 4/5؟
لازم حد يكون يشتغل هناك او حد من هناك. اتفضل. بس هي في الغالب برضو اللي بيحطها الفريق العمل اللي عنده خبره الداخل والخارج، يعني هي بتبقى وجهه نظر لفريق العمل اللي شغال، يعني في الغالب برضو لا بيحط الريتنج ده فريق العمل اللي هو شغال على الخطه. ما لازم موجب الخبره دي منين؟ تكون ايفيدنس بيزد مش كده ولا ايه؟ ايه الحاجات اللي استند عليها عشان يحط النقط دي؟ لازم يقارن نفسه بحد بالظبط. بس الدوكيومنتس بتاعتها عشان عندي وضع تنافسي. تمام. الدوكيومنت بتاعت ان ساعدني في النقطه دي الدكتوره الفلانيه اللي كانت منتدبه في الحته الفلانيه، الدكتور الفلاني اللي حضر معايا الميتنج اللي شغال عندهم في الكليه الفلانيه. معاك معايا؟ تمام 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 كده. وبنضرب الويت في الريت وبنجمع كل الحاجات دي. اتفضلي يا فهد. دكتورة ألفت جاد الرب، عميدة كلية التجارة الدهلية، استاذ إدارة الأعمال. بشكر سيادتك وبشكر سيادة العميدة الدكتورة أماني على المجهود. وليا استفسار بعد إذن حضرتك، الأعداد الكبيرة زي سياسات القبول دي بتبقى لايحة وبتبقى نظام جامعة، هل ده يعتبر من ضمن في كليات التجارة بالذات؟ إزاي نقدر نتلافى المشكلة دي وإحنا بنعمل بنعد إن إحنا نتقدم للجودة؟ سياسات القبول بالنسبة لك تهديد؟ نعم تهديد بالنسبة لك؟ دي مش ضعف بالنسبة لك؟ نعم تهديد. سياسات القبول دي بالنسبة لك تهديد؟ نعم. غم دي غم عنك، ما دي بتأثر عليك؟ يعني بيخش لك مجموعة طلبة بناء على مجموعهم مش عاملة لهم انترفيو أو حاجة، طب ما ده تهديد بالنسبة لك؟ نعم يعتبر تهديد. لو ساعدتك تقدري بعد كده في لجنه قطاع، واعتقد ان الكلام ده صعب شويه في قطاع التجاره، انكم تعملوا امتحان للطالب اللي يخش. دلوقتي اغلب الكليات العمليه عامله امتحان، في فنادق عامله امتحان، الاعلام عامله امتحان. هل ممكن سياسات القبول تعتمد ليس فقط على الدرجات بتاعت الثانويه العامه او الثانويه الازهريه زي ما حضراتكم موجودين؟ يعني لازم يبقى معاه امتحان. اعتقد كده بتتغلبي على التهديد، بتتغلبي على نقطه عندك، بتختاري الطالب المناسب. يعني مثلا في كليه الاعلام طبعا التخصص، لكن في الاول في سنه اولى وثانيه لا، لكن ممكن في ثالثه ورابعه محاسبه او اقتصاد اداره احصاء تامين يبقى فيه الانترفيو. عشان توزيع الطلب على البرامج بتعمل لهم اليه لتوزيع الطلب على البرامج، يا ريت. نعم. لكن كليات الاعلام شفتها دلوقتي قبل ما يخش الكليه لازم امتحان. كليات الفنون الجميله والفنون التطبيقيه لازم بيعرف يرسم على الاقل. لا لازم، مش معنى كده انه جاب 100% يخشها، ما ينفعش. هي دي اجراءات ممكن الكليه تاخدها عشان تحول التهديد لفرصه. لازم يبقى فيه فعلا اكشن بلان، انها مقترحات تقدمها لتغيير سياسات او سياسات قبول او اليات تتخذها. بالضبط يا فندم، بالضبط يا فندم. شكرا دكتور هشام. شكرا دكتور هشام. بعد اذنك، يعني احنا معانا شباب اعضاء هيئه التدريس كتير، فيا ريت حضرتك توضح ازاي افرق بين القوى والضعف والتهديدات والفرص، وما يختلطش الامور في بعض بالنسبه للضعف والفرص الضعف والتهديدات والقوى والفرص. حاضر. القوه والضعف اللي داخل نطاق الكليه بتتحكم فيه، أجهزة، معدات، تدريبات، مباني، منشآت داخل الكلية، نظم، دي فيها قوة وضعف. الفرص حاجة، والفرص والتهديدات حاجة بره سيطرة الكلية، زي ما الدكتورة قالت من شوية سياسات القبول دي الكلية ملهاش عليها سيطرة خالص. الفرص والتهديدات يعني وضع مثلا كلية الصيدلة جامعة الأزهر بنات داخل في وسط القاهرة، ده قوة بالنسبة لك ولا فرصة؟ لا دي فرصة، لأنك حضرتك اشتغلت لقيت الكلية مكان، مش خيروك في يوم من الأيام قالوا لك تعملها ازاي وانت اخترتها. دي بالنسبة لك فرصة جات لك ان الكلية في وسط القاهرة وسهل التحرك بالنسبة لها. تمام. لكن قوة بالنسبة لك انك بتشتغل هاي تكنولوجي بتشتغلها بكفاءة عالية. لكن في مثلا تهديد تاني بالنسبة لك ان الجامعات الخاصة دلوقتي مستوى الخريج بتاعها
بيتقبل في سوق العمل اكتر من منك لانهم بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى القوة والضعف اللي في ايدك تعمله، لكن الفرص والتهديدات اللي مش في ايدك تعمله وبيأثر عليك من الخارج، اللي بيأثر عليك من الخارج. ايوه تبع البيئة الخارجية. خارجية مالكش دعوة بيها خالص، قوانين الدولة، وجهة نظر المجتمع، وجهة نظر المجتمع الخارج بتاعك، تفضيلات المجتمع بيفضل ايه، التهديد مثلا يعني، او فرصه هتسميها فرصه او غير بالنسبه لك، حكايه الالزام بالاعتماد، الزام خارجي ده حاجه عليك خارجيه، التهديد بالنسبه لك لا قدر الله حصل دلوقتي الوضع اللي فيه البلد اللي في الوباء ده، ربنا يعافينا ويعفو عنا، انا بدي مثال. لكن قوه وضعف اللي في ايدك تعمله جوه الكليه، زي الورك شوب اللي بتعمل دي دلوقتي، دي قوه تعليم عن بعد. ايوه دي قوه ولا فرصه؟ قوة. الكلية. لا فرصة. هي فرصة بس الإجراءات اللي خدتها الكلية دي قوة. يبقى الكلية عملت تعليم عن بعد، عملت فرق دعم، عملت استمرار للتعليم. يبقى الكلية هنا استغلت قوتها. قوتها مع الفرصة الخارجية. هي فرصة. هي كمان يا دكتور لو تسمحي، هو كان تهديد خارجي يتحول لفرصة، يعني هو تهديد. دي أعلى درجات الاستراتيجية، إنك تحول الحاجة من نيجاتيف لبوزيتيف. دي أعلى درجات أعلى درجات التفكير. أعلى لازم تظهر في الخطة والآليات اللي اتخذت. بالضبط، دي أعلى درجات. مش في حاجة عملناها عندنا حضرتك في الآخر خالص كتبتها كده، وأنتوا بس ما خدتوش بالكم منها. اللي هي دي. وسائل التعامل مع المخاطر. بالظبط. دي خطه بديله واليات. بالظبط. هو انا كان ليا سؤال لو تسمح لي يا دكتور هشام. اتفضلي يا فندم. قياس معدل يا فندم. في حد بس عربيته تقريبا فيها مشكله، ف يعني بنستاذنه بس لو يقفل المايك. أنا بقول لحضرتك قياس معدل الأداء، على أي أساس بنحط 90% 80% إن إحنا نفذناه؟ إن أنا شايفة إن دي بتختلف من فرد للتاني عند القياس، فإيه المعايير اللي إحنا نلتزم بيها عشان يبقى قياسنا موضوعي؟ أنا بدي أدي مثال لو حضرتك. إحنا بنقول مثال مثلا، مثال بنقول تدريب زي اللي قلته من شوية، تدريب جميع أعضاء التدريس على الكومبتنسي بيست، حطيت له في السلايد هنا كم في المية تدرب، عملتها كاتيجوريز، لو دربوا كلهم فبديها من أعلى حاجة، لو أقل من 50% بديها أقل من 50%. لما بقول مثلا قياس مردود التدريب، هل فعلا عملت قياس لمردود التدريب لأي دورة تدريبية؟ يعني مثلا زي الدورة دي، هل قياس مردود التدريب فيها، هل هو عملت تقييم أثناء الدورة بس؟ أثناء الدورة بنسميه أقل من 50%. بعد الدورة اسمه outputs، من 50-70% الاوتكمز، هل ده أثر على الكلية أنها تخش في مرحلة الاعتماد؟ لو اثر على الكليه بعد كده انها تخش على مرحله الاعتماد، ده بنسميه اكسلنت، من 85% يبقى اثناء الدوره بس، من اقل من 50 الناس عملت الخطه الاستراتيجيه بس وخلصتها بعد الدوره استفادوا منها، من 50 لغايه 84 اثر على الكليه انها فعلا بعد كده قدمت للاعتماد 85%. ده قياس الكريباتريك لتقييم اثر المردود التدريب، لازم نحط لها كاتيجوريز. لكن في حاجه مثلا اعداد تقرير سنوي للكليه، عملته التقرير السنوي يبقى 100%، ما عملتهوش يبقى صفر. مثلا ضم لجنه الخريجات لهيكل التنظيم، عملتوه يبقى 100%، ما اتعملتش يبقى صفر.
في حاجات واضحه قوي يعني، لكن في حاجات زي الاستبدانات اللي بيساعدنا في كده. اتفضلي يا فندم. اللي بيساعد في كده لما بتبقى الانشطه واضحه ومحدده وتوزيع المسؤوليات ومؤشر الاداء، فبنقدر ناخد الانديكيتور دوت ونقول اتنفذ فعلا ولا لا، او اتنفذ بنسبه. فكل ما بالظبط يا فندم، كل ما مؤشرات الاداء والمؤشر الاداء هنقدر نحسبه سهل. وكل ما كان حد متخصص في كل حاجه بالظبط، يعني نقسم الاهداف لانشطه محدده ما نخليهاش عايمه، كل ما قسمناها صح وكترناها صح وخليناها مسؤول محدد صح وعارف بيعمل ايه صح، مستويات الاداء هتبقى واضحه قوي. انا بس بعد اذن حضرتك يا دكتور عايز اقول حاجه فعلا قبل ما الناس تسيبنا، ان هيبقى في استبيان اللينك بتاعته هتتحط علشان عن طريقه هيتبعت الشهادات وهتتبعت الماتيريال بتاعه الورشه العمل. دكتوره مها، لسه في حد تاني عنده اسئله لدكتور هشام؟ أنا مش شايفة أسئلة يا دكتور. حد من الأساتذة الدكاترة ليه أي سؤال؟ خلاص، في الحالة دي بقى أشكر دكتور هشام وأشكر زمايلنا من كل كليات جامعة الأزهر، وأشكر طبعا زمايلي من كلية صيدلة، وعلى رأسهم طبعا أستاذتنا دكتورة علا سيد اللي ما بتستخسرش فينا خبرتها دايما، وبشكر طبعا دكتور هشام جزيل الشكر يا دكتور. حضرتك دايما استاذ السهل الممتنع، وانت عارف ان ده رايي من زمان، يعني حضرتك حسستنا كده ان الخطه الاستراتيجيه دي حاجه سهله كده بيس اوف كيك يعني. ان شاء الله. واحنا برضو هنستاذن حضرتك، احنا محتاجين لقاءات اخرى بقى كجايدنج للخطوات التنفيذيه حته بحته، يعني لما نكون عايزين نعمل الاستبيانات ايه الحاجات اللي لازم نراعيها في الاستبيانات الخاصه بالسوات اناليسز، يعني جزئيه بجزئيه كده هنقسم الخطه لمراحل، وكل مرحله كده ناخد من حضرتك جرعه حماس كده ونشتغل فيها. وطبعا بقيه كليات الجامعه مدعوه برضو، اللي عايز يبقى ماشي معانا حته بحته، احنا تحت امركم كلكم، احنا كلنا في مركب واحد وكلنا زمايل مع بعض. بس انا حاجه وحيده بس عايز اسالها لحضرتك، ما يخص الجامعه وما يخصش الكليه، ده فرصه ولا قوه او تهديد ولا ضعف؟ يعني ان انا مش عارف اخد المبنى بتاعي، انا مش عارف اخد المبنى بتاع كليه الصيدله اللي على اساسه خدت اعتماد مشروع، وانا كده معرضه ان يسحب مني الاعتماد في اي وقت، وده مش ذنبي انا ككليه، ده بالنسبه لي تهديد ولا ضعف؟ تهديد طبعا. تهديد طبعا، ان هو جوه الجامعه اللي انا كليتي جزء منها. هو تهديد طبعا للكليه جامد يعني، كبير يعني. للاسف الشديد. تمام. انا بشكر حضرتك يا دكتور، واللينك نزلت اهي، وبشكر دكتوره مها خليفه، وبشكر وحده الجوده على النشاط بتاعها، وان شاء الله منتظرين حضرتك في ورش عمل جديده، وان شاء الله بالنسبه للساده الحضور احنا لسه مستمرين، عندنا اكتر من ورشه عمل، لسه عندنا ورشه عمل في توصيف البرامج والمقررات، وفي لسه اكتر من ورشه باذن الله. وبالنسبه للطلبه عندنا بعد بكره ورشه عمل لاداره الضغوط النفسيه وقت الازمات، فلو عايزين الطلبه بتوعكم يشاركوا فيها احنا هنشارك اللينك بتاعتها النهارده باذن الله، ودي بتنظمها اداره الازمات عندنا، وحده اداره الازمات والكوارث. وفي الاخر بشكر حضرتك يا دكتور هشام مره تانية، وكلمه اخيره بقى من حضرتك نقفل بيها الجلسه. يعني انا بشكر حضرتك، بشكر الزملاء واساتذتنا والساده العمداء والساده الضيوف كلهم من حضرتك، وشرف كبير ليا ان ابقى مع جامعه الازهر في اي ملتقى، تحت امركم في اي حاجه، ودعواتكم ربنا يفرج الكرب ويكشف البلاء عن مصر يا رب، ونرجع لشغلنا وطلابنا والحاجه اللي احنا كلنا بنحبها، تدريس، وربنا يسترها معانا جميعا. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يسترها معانا جميعا ان شاء الله، واشكركم وتحت امركم في اي حاجه. تحياتي لكم جميعا.
شكرا يا دكتور. والمايك معاكي يا مها، اتفضلي حضرتك. انا عايزه اشكر استاذ دكتور اماني الشريف عميده كليه الصيدله بنات على مجهودها وعلى توجيهاتها وعلى دعمنا ان يكون في ورش عمل ونستغل بقى نقاط الضعف والتهديدات اللي بتواجهنا ونحولها لحاجات بوزيتيف وايجابيه وتبقى مصادر قوه لينا. بشكر استاذ دكتور هشام محمد السعيد على المحاضره المتميزه الرائعه، وبرجو انها ما تكونش الاخيره ان شاء الله، يعني تبقى بدايه لسلسله من الوركشوبس الناجحه باذن الله. شكرا يا فندم، انا شكرا لفضلك يا فندم. بشكر الحضور جميعا، الساده العمداء والساده اعضاء هيئه التدريس، بشكركم بجد، برضو حضوركم سبب من انجاح الوركشوب دي، وفي انتظاركم في باقي ورش العمل القادمه باذن الله. ان شاء الله. في امان الله يا فندم، في امان الله. تحياتي دكتور. شكرا للجميع، الله معاكم باذن الله. تفضلي تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.